بدي الانغويسترومون انغويسترومون اتون بيه. دونك عسلامة صغيرات الكل، عسلامة ستي إيمان، مرة أخرى نتلاقاو في الحصة التكوينية الثالثة وهي والأخير الأخيرة ولا الأخيرة اللي جمعتنا معاكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها بالجداء، شفنا فيها شوية أب فانتر، بدينا بشوية بشوية حاجات، وتبارك الله عليكم خدمتوا يعني خدمكم على ميزون، معناها حاجات ياسر حلوة، معناها اللي يلوج واللي زاد واللي خدم المطلوب منه محليهم المرة الأخرى. دونك أنا نصور زادة حتى المرة دي باش تكونوا خدمتوا حاجات باهية بالكدا. اللي يحب يقدم خدمته يبدأ، يحب يعمل رفع اليد يبدأ هو الأولاني، ونتوندون يجيو صحابنا ونبداو في الأكتيفيتي نتاع اليوم، خاطر كيما تعرفوا عندكم المسابقة نتاع حكاواتي بوان كود باش تحضروا لها، وكل واحد هو والمشروع متاعه عملوا آخر وقت باش تبعثوا فيه الخدمة هو نهار السبت نص نهار، هو ما وخروه باش يكفيكم الوقت، خاطر الوقت كان شوية. وعندنا هاك لي دو فيديو اللي تسجلوا متاع فن الحكي ومتاع القصص الحل الحكايات اللي حكاهم الحكاواتي، نرجعوا لهم ونشوفوا منهم فكرة باش نشاركوا بها إن شاء الله في المسابقة. واحنا شعارنا في المسابقة هذه شنو؟ We are حلو كان يقراو عاد winners. We are the winners. صحيح. شكون يحب يبدا يقدم الخدمة بتاعه؟ برفع اليد نظموا رواحنا هكا برفع اليد. هاي متطوع. خدمتوا انتوما الاولاد؟ خدمتوا دروسكم؟ مدام انا ما حضرتلهاش الحصه. مدام ما حضرتش الحصه اللي فاتت؟ لا عملنا فيها الكويز الاسئله. اي ميسالش تنجم ولدي تعاود تتفرج في الفيديو بالشين. بديت انا شويه. صحيت صحيت يا رجل صحيت. باه شكون اخر كهاو تحبوا ما نقدموش نتعداو الاكتيفيتي ما خدموش دروس في ساتي سهير. عسلامه عسلامه مرحبا. خدمة ما نعرف صارت له فيها بروبليم متغشش، قال لي ما فريهاش الا نسيت. قعدنا متغشش. لا عاد ديما كيكا راهي البرمجة ما تمشيش ديما من الضربة الأولى. هو كيف يعمل لها تيست تخدم له، كيف يصبها في التليفون تولي تجري له هكا، ما حابتش تمشي له تغشش عليها. لا كان شفت احنا قداش من الخدمة ما تخدمناش. اسمه هو ولدك محمد. كان شفت قداش من الخدمة ما تخدمناش احنا يا محمد، وما نتغشوش ديما نعاودو ونعاودو ما نتخدمناش. ما حبش هو، قلت له نور يا ستي بلدي صلح لك الغلطة. ولا هاي مسيرش فرطاجيها هو البهدي في الانفورماتيك يعلم الصبر. هاري يبدأوا ماذا بيهم في ساعة يحبوها تخدم. ماذا بينا هو عاد يتكلم يقول لنا شنو هو المشكلة؟ مش حتى يجيني قاعد في بيت وقال لي مش باهية أو مش متوفر. محليها 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 أحمر وراس محليها. حاب يعمل فكرة بتاع أورتوغراف، معناه يحط التصويرة وني يعطي الصحة. فكرة جميلة. عمل تروا عمل تروا تروا سكري كل مرة حاجة. مدام حتى ما صارت لي مرة، بقيت جمعة هك ما خدمت فيها شيء وقتها ولا هو كي تسكيها ومبعد رجعت تخدم لي عادي. خليه تستاهل تتكلم من بعد كتكلم انت في راس بهي كيف تستيها من كومبانيون وإلا من البروجرام بهي بهي تولي اللي باش يتعديو هكا ويعاودوا. نوريك البروغرام شو عملت. بي حاجة واحدة قبل ما توريني البروغرام، انزل على أغلوج، حب نشوف خبخيتين تاع أغلوج. ريت أغلوج
ريت هذيك هي الغلطه الوحيده اللي عنده، كي يبدا اكتيفي الكرونومتر من الاول تبدا تزرب، ما تقفش بالكل، ما تمشيش بالبروغرام، تمشي بك الاكتيفاسيون اللي هي صايره فيك لي دو كوشي هذوكم اللي الكرونومتر اكتيفي بطبيعتها حاطها اكتيفي، هو مش حاطها تستنى شويه وقت وحتى يجيو بكل. احنا وقت قلنا نحيوهم الزوز التايمر والكرونومتر اكتيفي، هذيك هي لا سول فوت اللي عنده، هذاك شو اللي يزرب يتعدى فيه على سكرين اخرى معناه يخرجني جملة. هنا بالنسبه لل هي هي جات فرصه بالنسبه للكود كي ندخلوا بالكود كيما هكا كيما توا دخل محمد بوغره توا بعد نوريكم حاجه انه كي ندخلوا بالجيميل خير من ندخلوا بالكود. هو صحيح دي باناج ترا باه، ما هو سهيل اشكال هذه كيما تقول انت تحكيت الدخول بالكود خاطر الصغيرات جينا ما يحبوش المود باس. صحيح صحيح، اما هو يقعد الجيميل خير برشا سي اون فيرسيون كومبليت، هذه هي ناقصه راهي انفيني. هذاك علاش اسمهم يحبوا المود باس؟ اي دونك كيف ينزل على ستيلو الغالطه يجيه صون ويجي حمراء والكرونومتر باهي. اجا باش نقول لك حاجه باش نصلحوا الكرونومتر، يولي اكتيف يعني يتحل وقتاش دوب ما هو يجاوب على اي اجابه من الاربعه سوبوزون اللي هو جاوب عليها غلطه، حتى هذيك يلزم نكتيفيو الكرونومتر. يعني احنا وقت يعني كلهم فغي. وينو محمد وين هرب؟ اي محمد خدمتك محليها وريت محليكي، واحد يوري حاجات بصحابه يزيدوا يفيقوا بالغلط ويزيدوا يتعلموهم. اسمع محمد يردهم كلهم فري، هذوما يردهم كلهم فري على خاطر هو ما يضمنش شنو باش يجاوب المستعمل، ينجم يجاوب ستيلو هذيك ولا ستيلو هذيك ولا ستيلو، مش باش يقعد يستنى فيه حتى يجاوبها صحيحه. هو يبدا يحسب في الوقت دوب ما المستعمل يجاوب على الاجابه، دوب ما يوفى الوقت يقلب سكرين دو. معناتها هكا تولي سافا هذي. هي هذه سافا، وهي حتى هنا ما كانتش هذه هي الغلطه اللي تخليها تمشي، راه اللي تخليها قاعده تزرب هي كالكوشي هذيك اللي كانت من الاول في بروبريتي. حتى في سكرين دو زعما خليها نتصورها نفس الحكايه. اي الكرونومتر هذيا هذوما ديما تنحيهم. ايه وقتاش تخليهم؟ وقت اللي تحبوا يحسب من الاول، ما تستنيش حتى تقول له اكتيفي فغي ولا اكتيفي فو، هذوما تخليهم الكلهم فري. فري باش يحسب هو الوقت، دوب ما يجاوب المستعمل على الإجابة يحسب له الوقت، يوفى الوقت يقلب السؤال اللي بعده، جاوب صحيح ولا غلط ماهيش مشكلة، هذيك مشكلة اللي قاعد يستعمل في الابليكاسيون نتاعو. فهمت؟ قبيلة ما عادش تحطهم. باهي هاي شفتك. صحيح. باهي محمد. محمد. قول نعم ستي. نعم ستي. الابليكاسيون هذه باش تبارتاجي باش تبارتاجي هنا في الجروب من داري نجيرك بافكاري. خاطر فكره حلوه. بارتاجينا الكود هذه حلوه برشا، بارتاجينا الكود هذه. عمل كيتب شفر هكاك. صحيح. بارتاجينا الكود. ارجع للديزاينر غادي كان حيت الكرونومتر نتاع على سكرين 3. اي باه هكا هو نجم يجربها تو يلقاها تمشي. صحيح برافو يا بطل. صحيح. يعطيك الصحة يا محمد برافو. على الجروب باش نتعلموا بها، انا بدي نحب نعاودها واحد نتبع عليها ونعاودها في الدار. وحتى يشوفوها صغيرات الاخرين خاطر تبارك الله كل واحد وفكرته. اي بالطبيعة. ها شكون يخرب باش تورينا؟ عايشك. شكون يخرب يحب يورينا خدمته؟ حتى مش لازم تخدم راهو، نشوفوا بركه الديزاين، نشوفوا البلوك، نشوف مع بعضنا شنو هي الفكره اللي عطاها لنا. مي رايس وهي نخدموا على اكتيفيتي جديده. باهي لحظه بركه ستي ايمان، شوفوا مريم اللي دخلت. مريم عمر، مريم تسمع فيا؟ اي نسمع فيك. تحب توري خدمتك مريم؟ بهم بارتاجي مال ليكرون.
نشوفوا مع بعضنا شنو اللي خدمت، حتى كان ما مشيتش قول وين الاشكال مثالش، ونتعداو مع ستي ايمان للتمرين نتاعنا اللي نختموا به ان شاء الله تكوين. هاي مريوم بارتاجي. مريم تسمع فينا؟ اي هاي بيه. تعمل بارتاج مريم ولا كيفيه؟ لحظة مدام باش نعمل حاجة ونيجي شريك الحاجة في البختار. حتى دين ترجع مريم، فماش حد آخر بدل رأيه باش عندك عنده خدمة باش يوريهالنا. ليه مدام انا مازلت مني كهو تركب الكرون تاع التليفون. ستي إيمان. نعم ستي سهير. فما في سال داتونت يوزر 15 هذاك مهدي، اقبلوا انت انا كي نقبلوا يعملوا ايشيك. ايه هاتون حاول في بيدي، في بيدي قبلته انا. هاتون حاول اي تدخل فمشي مشكلة عاود انت. بيه مهدي دخلت معانا هكا ولا ايه؟ دخل مهدي. ماهي بيه هناك هوريك. قعد ناقص فيهم مؤمن المحمودي واحمد الجمل. ان شاء الله المنع خير. ايه ان شاء الله بتدخلوا ما نجموش يدخلوا. بيه يا مريومة نبدأ ولا كيفاش نعمل ومن بعد نرجع نشوف مثال شخد انك تبدأ انتي كملت. هي تعرف ستي إيمان مريم عندها باهي هاي سي بون على بارتاجي باهي صحيت باهي هاي عسلامة مهدي نسمع فيك بعيد. اي صوتك بعيد. استنى مريومة تورينا خدمتها. كان انت تحب تبارتاجي قول خذ البارتاج. ايه مهدي مريم نزلت على ال صحيتك صحيت. باهي تسمع في ستي إيمان؟ لا دايما مش نسمع فيها. اي صوته بعيد مهدي كي يتكلم. هذه خدمة مريم بارتاجي. اي مريم حضرت معنا حصة واحدة وخدمت. اي فما حصه ما حضرتش فيها معانا. ورينا خدمتك نتاع الحيوانات يا مريومة. ارجع للديزاين مريومة. دونك هنا لي بوتون يعملوا ليسون. او كزيد كمل اتفرج في الفيديوهات الاخرين
تراني احنا في المرات الاخرى مع ستي ايمان عملنا كيفاش نمشيو الاكرون اخر، مثلا ننزل على القطوس يحل لي اكرون فيه معلومات عليه ونسمع وصف نتاعه وكل شيء. محليها اي تصوريت صحيت يا مريم. دونك هذه كملها، زيد كمل لها تصاور لي ناقصين، و وكما قلت لك ارجع لك الفيديو. انا صوت قبيليك كنت نسمع فيه في اما تو ما عادش تو ما عادش تسمع فيه. انا نسمع فيه اي الصوت نتاع الحيوانات وما عادش نسمع فيه بالكل. ميسالش هذيك في البارتاج كهو اي جوست من البارتاج هذاك. وتوا هذه ما تنجمش تسمع الحيوانات كان كي تجربها على التليفون، فهمت؟ خاطر هذا يوري لك كان الديزاين ويوريك الخدمه. التجارب ديما يلزم من التليفون. انا نجرب فيها على التليفون اما ما تخدمش. ما خدم لكش الصوت جيها ايرور جيك ايرور اه في راس تكلم فيها مش عارفه شنو اللي جاها. نو ما عنديش فكره اي شنو الميس خايبه قالت لي جي ايرور. لا لا هو يسال باش يجاوبها باش يعاونها. حكيت يا قبل ما تبدا الحصه كنت بالتليفون نسمع فيهم اما توا ما عادش. فهمتك ما بالكش خاطرك حال التيمز فرد وقت وتسمع فينا من التليفون. اي باه مال اغزر شو تعمل كملها. او احنا رينا الديزاين متاعها صحيح والبلوكس صحيح يقعد التجرب كان انت تنجم تكملها الكلها وتسجلها فيديو صغير تعمل ابليكاسيون في التليفون تتحط تعمل كابتور متاع فيديو وبعد هبطها تحب تبعثها للباج طول ولا تبعثها ستي ايمان ولا ليا انا. باهي وكان ما عرفتش هاكا اكتب لي انا ولا ستي ايمان بالميسنجر ولا بالجيميل تو نعاونك كيفاش تحطها ولا تسجل لها الفيديو نتاعها. عايش يا مريم صحيت مهدي تو باش ياخذ الكلمه. مش مهدي مؤمن ولا مهدي. لا مهدي وينو مهدي؟ مهدي حل الميكرو وقل لي باش تقدم خدمتك ولا نتعداو. مادام انا حلت البارتاج اي صحيت مريم تنحى وين باه. نتعداو ستي ماله نتعدي ستي نقدم الورقه اللي هي تخدم في التليفون. اي فرحان توا يا بيه حبي وريه صور هذه الفيديو. قعدت مغشش وما ريناش الخدمه راك ما فقتش بالغلطه وين ما عادش تتغشش. باهي المبرمجين ما يتغشوش راهو عندهم برشا وساعه بال يبدا قاعد بالسويعي يلوج على غلطه صغيره. هاي بارتاجي محمد باه تظهر البارتاج ولا لا؟ اي هكا كويز هكا ولا مدام يا اخي شكون هيك؟ اي هو احنا البارتاج جي اما ما ريناش لي زيكرون هكا ولا ستي ايمان؟ لا جوست قاعده نشوف التصوير سمارت فون. اي جي كان سمارت فون وما ريناش لي بعده كليت بلوك اي ها توا يمشي. اي هذا كليكي سور لا بون ريبونس ستيلو صحيت. صحيت اي ظهرت ريناها. يعطيك الصحة يا محمد. فرحان محمد عايش. اي تبدا
دار البرد نتاعو. الحمد لله. من العشية هو بالصباح شاددها يقول لي شو كيفاه ما حبتش. ربي يفضلو. هاي قدموا قدموا دونك نعم بارتاج سيتي تفضل باهي قبل ما نعطيك سيتي ايمان الكلمه نحب نقول لهم حاجه هاي ريتو كي ندخلوا بالكود لاولاد ما نلقاوش جالغيه باهي وجالغيه هذه راهي محلاها فيها برشا حاجات نلقاو كل شيء كامل وفما حاجات ساعات ما تمشيناش وكل وانا ما نلقاوش جالغي بالكل شنو فيها جالغي هذه فيها خدمه ناس بارتاجيتها داكور يعني انتم بيدكم تنجموا بعد ما تكملوا الخدمه هذه الكل نجموا تبارتاجيو الجالغي تعطيك خدمه انت تنجم تحلها وتشوف كيفاش خدمها وتاخذ فكره وتتعلم من عنده خاطر هما اللي بارتاجيو يحبوا يبارتاجيو خدمتهم باش الناس الاخرى تشوفها وتتعلم منها شوفوا مثلا هنا برشا خدمات عمل كالكولاتريس سيبها وكويز كما احنا خممنا يوتيوب تكتب مثلا الفكره اللي انت جاتك باغ اكزومبل مثلا انت تحب جو والا ما نعرفش انا مثلا لي لتر مثلا وتعمل سيرش يعني تبحث فماش حاجه تشوفها انت تعجبك ما تعجبكش تاخذ منها اون ايدي حطوا مثلا باللونجلي بيقولي اكثر حاجه يهبطوا باللونجلي مثلا ولا ابس فو معناها للاولاد الصغار كيما هنا هو ليترز نحل لها انا هنا مثلا هكا الخدمه اللي خدمها صاحبنا هذايا وبارتاجيها كيف ما انتم انا نحب نهار اخر نلقى خدمتكم انتم هنا ونجم نحلها وراها يعني كي ندخل الجاليري نلقى الخدمه بارتاجي نلقى خدمه امين نلقى خدمه مريم نلقى محمد نلقى خدمه مهدي هنا في عوض لا نلقى اسم هذايا رام جيم يخرج لي مثلا امين يخرج لي مثلا مهدي ونجم انا نقرا هنا ونحلها لابليكاسيون نعملها اوفرير لابليكاسيون تتحل عندي ونشوفها ونتعلم منها كيفاش خدم هذه الجاليري مش موجوده كان في الفيرسيون الكامله اللي هي تتحل بالجيميل هاي تفضل ستي ولك الكلمة شكرا هنا ان شاء الله سهير مادام انت حاط الباكمان هذيك اللي قدامك كاملة الانترفاس نتاعها خلينا نوريهم احنا شنو البيوت فينال اي تحب جو بارتاج بالتليفون نوريهم كيفاش في الاخر اللعبة يسالش كذا كان تحب خير على الاقل خلينا نشرهوهم باش نلعبوا اللعبة نتاعنا راني نحبوا كالعادة يوظفوها في المسابقة معناه الاختيار نتاعنا لهنا ماهوش اعتباطي بالضبط ستي احنا حابين نعطيكم كل مره برشا افكار يعني هكا مختلفه وانتوما كيفاش باش توظفوها في خدمتكم دونك ثانيوني هنا شوفوها معايا في التليفون انت مش قاعده تسمع انا نسمع فيك ستي سهير اي اليوم اشوف شنو المشكله اللي عندك باهي شوفوا مع بعضنا هذه انا سميته كروك بون ولا نسميه باك مان ولا كيما نحبوا احنا شنو فيها لعبه هذه لعبه شنو تلاحظوا شيبدا يمشي شيء ما عشنا لعبت فيتي شيء ما كليتهاش حتى مرة ولا كليتها هاي بقول نلعب بسوري خطرني حالا هاي تشوفوا فيها الأولاد هاي عجبتكم ولا شوفوا الاب انفنتر يعمل برشا حاجات واحنا قاعدين نتعلموا في الحاجات مش صعيبه نجموا نخدموها حتى لين ناخذوا برشا معناها نكتسبوا برشا مهارات ونولي نجموا نعملوا ابليكيشنات كبار
تخدم بالسوري ولا بالتليفون؟ تخدم بالتليفون اما ها بالتليفون ها جيم اوفر حال على غالب خسرت ستي ايماء معرفش نلعب به هو يلعب باليتوش عشان نعود نوريك باليتوش مرحبا ها على الفور هنا هنا حرفي بالتليفون انا مانيش قاعده ننزل على حد شيء با دا هو التليفون ب انا نجم نلعب حتى من هنا خاطر نتحكم فيه من التليفون ولا من هنا يعني يدوم كي باش تحركهم انت في التليفون باش تحركهم بيدك هكا ولا هذوما ما قلنا عبارة على تليفون اللي عملته هنا الـ Power Mirror شيء حسير إن شاء الله أنتم أكيد بتلعبوا خير مني أنا شيء ستي إيمان شيء خسرت بقي السكور 10 ليه شيء جبتيش حتى مرة من 10 20 ما خرجتش هاي أها أوكي أوكي بي هاي نبداو ها اليوم ستي ايمان تفسر لنا هذه تحب تخليها ولا نعمل بروجي جديد لا لا يهمني نعمل واحد جديد من الاول منه نعمل امتيكابيت هكا بالفعل على لي كومبوزون معناها هما يقولوا لنا شنو لي كومبوزون اللي نجمو احنا نستعملوهم وهم لي كومبوزون جدد احنا باش نحكيو عليهم خاطر فما لي كومبوزون تم ديجا في باك ما ولا جو ولا انت باهي ميوا جو باك ما شكون يفكرنا على الاسم نتاع البروجي شنو قلنا اي ليه ها شنو يقبل في الاسم اي اسم يقبلوه ليه من غير سباس او شنو اخر هو ليشي صحي ما يبداش برقم فوالا كان يبدا برقم يقعد لكم ايكرون ابي احمر يا ربي يشعل لكم بالاحمر صح تفضل ستي به ستي سهيل ترجع لي البروجي نتاعك جوست باش جو في باش نحاول نطلعوا مع الصغيرات نطلعوا مع بعضنا لي كومبوزون اللي استعملناهم باش نعملوا جو كيفاش باش نخبي لهم البارتي هذيك الظاهره موجودين لسامي يغمضوا عينيهم يغمضوا عينيهم اي ما تحايلوش ما تقلوش ما تقلوش غمضوا عينهم وخليوا عين باش تظهر باهي استنى هي جايه على اليسار ما هو غمض عينك اليمين وخلي عينك اليسار الشاي ديما تقعد تظهر باهي جاتني فكره سكرهم بالموا اوكي هكا صاحي يعطيك الصحه هيا الاولاد قولوا لي كلمه سكور هذيك اللي الفون تاعها راس شنو تنجم تكون لابيل شنو الكومبوزون صحيح لابيل يعطيك الصحة والسكور هو باش يخرج فك الزون بلانش هذيك شنو هذيك الزون بلانش هذي لي سكور وين تاكل انت كورة وتبدا لك ب 10 20 30 40 هاكا شوفوا على اليسار هاكا لا لهنا شوفوا السكور هذيك هي بلاصة نومودي معناها كيما نقولوا احنا باش نحطوا فيها نعرفش شنو يتسمى لابيل بالعربي اما الزون هذي هي الزون موديفيابل اللي احنا كل مره نعم زون دو تكست صحيح زون دو تكست وباش تحطوهم في وسط شنو باش تجي منظمه هكاك ارونجمون ريزونتاج يعطيك الصحه فوالا ساتي سهير هاكا جاوبوك يعطيهم الصحه نجمو نبداو دونك البارتي الاولى أرانجمون صحيح دونك باش تبدا ستي سهير تعمل لنا ان أرانجمون هوريزونتال انا ما نعملش شيء كان كيقولوا هما ولا نعم قلت لك يقولوا لك هما شنو نحطوا في وسط باهي سامحني
اي لارانجمون اوريزونتال شنو باش نعملو فيه نسيت هي ستي سوي قتلي فلزمهم هما يقولوا صحي حطو في وسط ولا بيه زون زون وصحيت مع زون دي تكست برافو زون دو تيكست ما حطيتيش في الارانجمون بون بون ريمارك كيفاش نحطها هزا بليسي بالسوريم صحيح فوالا بيه دونك اللابيل نتاعنا اش محطوط فيه اش نكتبو في وسطو احنا اللابيل نتاعنا سكور صحيت دونك نكتبو سكور سكور صحيت مادام تو نحيو نخدمت لي زانيمو انا ما سمعتش اي قلت لك نحيو خدمه لي زانيمو نحيوهاش نجيو البروجي كيما توا مع ستي ايمان شو نعملو كومونسي نوفو بروجي وتعطي اسم جديد يعطيك فنيتر جديده بي اكاسكور هذيك نجمو نزينوها نعملو قرا ايطاليك نكبرو في التاي باش تبدا هكا مزيان نبدلو الفون كان نحبو باه مازال تنجم تعاودلي كيف عملت هذيكا سهير سمعتها؟ اي سمعتها بيه نعملو سبخيمي للكل ونعاودو؟ بيه اي شكون يفكرنا؟ فيسع 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 شكون يفكرنا شنو موجود في الاكران تاعنا اللي هنا الاولين؟ فيسع خاطر مريم ما كانت تسمع فينا ارانجمون اوريزونتال صحيح ارانجمون اوريزونتال لابيل لابيل صحيح في وسطو لابيل زون دو تيكست باش نكتبو فيه باه معاها زون دو تيكست لابيل شنو باش نكتبو فيه سكور سكور برافو هاذيك دو ريان و بيان سور الميز ان فورم هذيك ديما ترجع للذوق نتاعكم نتوما كيفاش تحبوا مثلا تعملوا كرا تكبروا في التاي تبدلوا الكولور في الاوريزونتال صحي الينيومون في الارانجمون اوريزونتال شنو باش نحطوه الينيومون شنو تحب تحطوه انت صافي جبتها هكا سونتري برافو صحيح gauche صحيح هنا وين لوطا الفيرتيكال سي بون اي ستي ايمان شكون من الاولاد يتذكر هنا سامحني كيفاش نحطوها في الوسط ستي ايمان قلت لكم حطوها في الوسط انتم ما بيتوا حطوهاش في الوسط شكون هي اللي باش تتحط في الوسط بكلها ولا وين نمشيو باش نحطو في الوسط هما قالوا لك هذه يا ستي ايمان قالوا لك ارانجمون اوريزونتال هذه الينيومون سونتري كريم اي كريم كيفاش نعملوا مالي سكرين صحيح
برافو. اوكي يعطيك الصحة سيدي سهير، كملنا البارتي الأولى نتاع الديزاين نتاعنا. اعمل لارجو غومبليغ باو. يحب يجي، يحب تجي على كبر الإكران. لارجو نتاع شكون أمين؟ فيه هنا كحديثة ما حبيتش، ما حبيتش أنا ما سمعتش، قالت سمعت كان ما حبيتش تحط. شنو اللي ما حبيتش تحط يا مريم؟ زيكا أنا حكيتها مع أنت مع الوحدة تاع الزومة السينما مش متزينة مكيكة ولا لي يضرني تحكي على الكولور دو فون ما نعرفش انا بنتي ما سمعتهاش بالكدا ما نعرفش كون سمعها من الاولاد عاونوها لو بروبليم وين لو بروبليم اللي ما نجمش تحط زوز ببعضهم مش نبعضهم نعمل لك الفرق تاع زون لي 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 مريم حاول سكر لو بارلور نتاع البي سي ولا واحده منهم باش ما يصيرش هكا ايكون بين تليفون والبي سي خاطر نجموش نسمعوك بالكل معني مادام انت حبيتي حطيت على نزلت على البوطون حطيت ومن بعديك نزلت على زون دو تيكست انا عملت لها نفس الشيء هزيتها وحطيتها قديقة وبعديك حطيتها في البوتون ما حبتش تخدم اي ما تتحطش هي في البوتون يا مريم باش المرة الأخرى اي المرة الأخرى علي ما اسمعني سكر الميكرو باش نجم تسمعني فهمتك كان هي ما تعرفش لارانجمون ستي ايمان ما حضرتش احنا سيونس عملنا ارانجمون في السيونس عملنا ديجا استعملتها بور لي زانيمو اون برانسيب تلقاها نسيت اي دونك هنا جوست نذكرك يا مريم باش نحط حاجات بجنب بعضهم مستحيل كي نخليهم هكا ما يتحطوش ما يدخلش الزون دو تيكست في وسط البوطون والبوطون ما تجيش في وسط الزون دو تيكست كل وحده كومبوزون على روحها ما ينجموش يجيو في وسط بعضهم باش يجيو بجنب بعضهم استعملنا كما قالوا توا صحابك ومع ستي ايمان كي تفرجنا وطلعنا شنو هو اللي فما بالجيت سكور بجنب لابيل بجنب الزون دو تيكس استعملنا ارانجمون هوريزونتال اللي هو هنا في ديسبوزيسيون يعني اول حاجه نجيب ارانجمون هوريزونتال وفي وسطه هو نحط لي كومبوزون اللي نحب عليهم هذي وهذي كي ما تجينيش باقي ما تحبش تجي قلنا هكا المرة وقت اللي خدمنا كيف نهز حاجة ونحب نحطها بجنب الأخرى في وسط أرانجمون يلزمني ما عادش نرى الخط الأزرق ولا نراه لداخل إذا نرى الخط الأزرق لبرا راهو غلط ما يجيش يلزم الخط الأزرق يجي في وسط الأرانجمون ولا ما عادش نرى للخط دونك هنا وقتها نسيبه يجي بجنبه جاي معاوج كيف ما قبيلة وقت اللي خدمنا هنا جوست هزيته انا وجلسيته من الاول بالكل بيه مريم مدام عملت هكا وبيت الشاي لازمك توسع عليها بالك باش نجم تحطها في الارانجمون شفت حتى ستي سهير من الاول ما حطتهمش بالصحيح اي حطت الزون دو تيكست بعديك جاتها لابيل بعديك هي وسعت بالها وهزت اللابيل بعد الزون دو تيكست حطت اللابيل على اليسار والزون دو تيكست على اليمين لازمك توسع عليها بالك باهي خاطر هو يظل صغير حتى لهنا في الديبلاسمون من اون بو با ديبلاسي هوني اش معناها انت وين هنا هوني اللي معنى انت ما تشوف السوري نتاعي سامحني انا قاعده نعمل بالسوري نتاعي على الاكران واحد في البارتي ايرشيك هذيك اللي على اللي اي لا ما نجموش هذاك علاش ما يتهزش هنا لازم يتهز هنا اكزاكتومون دونك لازم توسع بينها اذا كان هذيك السوسي نتاعك اذا كان مشكلتها غاديك لازم توسع بينها بشويه بشويه اي مريم هذيك هو مشكلتك مريم ما
جرب يا مريم كيما قالت لك ستي، وكاين باقي المشكله توا من بعد كيف نقدمه وخليها الحاجه اللي وحلت فيها ما حبش تمشي لك بالكل توا هكا تعمل بارتاج من بعد ستي. ها خلينا نقدمه احنا توا به ترجع لي للبروجي اكزيستون تاعك ستي سهير، خلينا نزيد ونحاول نطلع شنو هما لي كومبوزون. لو انه ولا يلاقي مش عارفه اش بيه هو من البارح. هاي ستي تفضل. واي لو ليه نهبوا للبارتي اللوطانية، اللوطة بالكل وين عنا دي فلاش. شكون يقول لي اللوطة البارتي وين عنا لي كاتر فلاش هذوما شنو هما لي كومبوزون اللي نجمو نستعملوهم؟ بيان سور انا مادام نسال فيكم معناها حاجات شفناهم. علاش كنا عنا البوطون صحيت هاي، ولي بوطون هذوك وين باش نحطوهم باش يجيونا مقديين هكاك بالطريقه هذيك مقسمين دونز ان تابلو صحيت، والتابلو نتاعنا قداش فيه من ليني وقداش فيه من كولون. ليني هذوما اللي يبداو ليني هذوك ستي سهير اللي يبداو بالعمود الافقي والكولون بالعمود قداش؟ 3 ليني 3 كولون صحيت برافو يعطيك الصحه. هكا هاو دونك ستي وباهي، والتابلو هذا وين باش نلقاوه في انا كومبوزون؟ ارانجمون شنو هو عندنا ديسبوزيسيون في ديسبوزيسيون، وشنو هو بالضبط باش ناخذو؟ ارانجمون تابلو برافو صح. تو باش نمشيو نخدمو على رواحنا. نمشيو توا توا باش نبداو نحطو شنو باش نحطو توا باش نعملو هكا التابلو هذاك اللي فيه دي كاتر فليش باش تجينا خدمة منظمة هكا. شنو باش نهزو على اليسار؟ تابلو ارانجمون تابلو صحي ارانجمون تابلو وكل ارانجمون تابلو قداش فيه من ليني وقداش فيه من كولون؟ 3 ليني 3 كولون صحيح 3 ليني و 3 كولون. صحيح هاهي وقد وشنو حطينا احنا في الوسط في وسط التابلو هذي شنو حطينا؟ الفلاش لي فلاش قداش عندنا من فلاش؟ 4 هما شنو يوزو اكل الفلاش هذوكم وين كيفاش باش نحطوهم شنو ما يربو انا شنو هو الكومبوزون ديريكسيون اي هما يمثلوا ديريكسيون هما لما يمثلوا ديريكسيون يمين يسار فوق تحت اما انا شنو هو الكومبوزون اللي باش نهزو من على اليسار هاكا عندكم غاديك على اليسار شنو هو الكومبوزون اللي باش نهزو وباش نسنجم البوطون صحي قداش من البوطون باش نهز 4 ويزمنا نعرف وين باش نحطوه البوطون الاولاني وين باش نحطوه في الوسط في الوسط باش يبدا هكا مزيان نحطوه في الوسط ايه ايه والبوطون الثاني وين باش نحطوه على اليسار على اليسار الثاني على اليسار بعد على اليمين و... بعد شوف توا مريومه كيفاش ستي سهير باش توسع بالها باش تحطه في بلاصتو ريت كيفاش هي من الاول جابتو لبرا من التبعات هي وسعت بالها ها ها يعطيك الصح البوطون تيت وين باش نحطوه توا اليمين على اليمين صحيت نوسعوا بيننا ونحطوه شفت كيفاش مريم ما جاش في بلاستو هاي باش تهزو وتعاود تحطو في بلاستو صحيت والبوطون الرابع باش تحطوه نوطة في الوسط يعطيكم الصحة كالعادة باش توسع بيها هزا هي باش تهبطو البوطة اي خدمة فيها برشا وسع بيها
توا احنا باش ننصحوا ساتي تشوفوا اكل اللي تحطي ستوري عايشه في البارتي اللي على اليمين تاع اليارشيم تاع لي كومبوزون باش ننصحوا احنا لهنا ساتي سهير باش تعمل باش تبدا خدمتها نظيفه بدل اساميهم صحي بدل اساميهم باش من بعد احنا كي نخدموا نعرفوا كل كومبوزون شنو هو خدمته انا مريم مانيش نسمع فيك سامحني بدي بدي تم غوش بدي بدي صحيح ستي برك جو في ريشارجي لو سيت ياسر ارزي ايش صار مدام ماري أتوقع نعطيك الكلمة بعد شوية جوست تكمل توا سيدتي سهير تكمل لي كومبوزون بعديك أتوقع نعطيك الكلمة باهي باش هكاك نبداو منظمين صحي هذاك بيت في جوش فوالا يعطيك الصحة بيتي دوات وبيتي باهي بعد ما حطينا هال لسيمي حطينا لي بوطون تاعنا وبدلنا لسيمي نتاع لي بوطون شنو باش نمشيو نعملو ديجي ما مدام نحط بيه من لي بوطون دوك نحطوهم دي زيماج دونك نمشيو نشارج ليماج نمشيو البروبريتي عندنا على اليمين افهم لي بروبريتي عندنا ايماج شارجي لو فيشي باش ندخلو التصوير نتاعنا شفتوها كيفاش كبيرة لهنا شنو هو لي بار شنو لي بروبريتي اللي باش نبدلوهم على اليمين لي بروبريتي باش التصويرة هذيك تشد بلاصتها بالباهي خاطر جات ياسر كبيرة L'auteur ou largeur صحيح l'auteur ou largeur auteur c'est-à-dire بي سيتي ايمان باش نقولهم حاجه هنا اللي كيف يخدموا هنا في الاوتور واللارجور ينجم البورسون يجيبها لهم صحيحه وينجم يتعبهم برشا اي علاش على خاطر هي تصويره وفي وسط ارانجمون تابلو مش في وسط ارانجمون عادي باش يخدم بالبورسنتاج يولي يخدم بالبيكسل خير واش معناها البيكسل هكا تصاور المربعات الصغيره نتاعها هكا ولا يعني قداش نحب فيها من مربع في لوتور ومن مربع في لارجور مادام مثلا هنا ستي نحطوا 50 بيكسل ها ونحطوا هنا زاده 50 في لارجور باش تعاوننا في صافي صافي باش تخدم واضح وكي نقعدوا بالبورسون الا ما نقعدوا نتاعبين فيها بالكدا واضح سامحني سيتي سهير التصويره اللي انت زدتها قاعد تحتها تكست تكست فور بوطون ان اي حتى شكون يقول لنا شنو يلزمنا نعملو نحاها من التكست صحيح نحاها من التكست برافو نعملو نفس الخدمه سامحني مدام ها في التصاور اللي بعثتوهم لنا على الجيميل ايه الاو معاودة الفلاش الفوقاني معاودة مرتين باهي شو تنجم تصور شو تنجم تصور هذوما تربطهم من الانترنت راه الدروات ما فماش باهي واش نقول لكم حاجة اي قول لهم حتى كي ما تلقاوش حاجه كيما قلت لكم تو ستي ايمان تنجموا تلوجوا اما زاد فما سوليسيون اخرى اني تصويره جست نقلبها ياخذوا التصويره ماكم انتم ما هبطتوا هيجا معانا مع بعضنا ما هبطتوا التصويره هذه مارتين هكا ولا نجيو ناخذوا احنا دغوات هذه نحلوها حلوها عادي كيما نحلوا تصاور نجيو هنا موديفي اكريي حط له موديفي مش مش عملها التصويره هذه je vais la retourner دورها الدور يعني حتى لو كان احنا بعثنا بالباغ ايميل تصويره مرتين والا انتم ما لقيتوش في الانترنت كان تصويره في صنص واحد وتحبها في الاتجاه الاخر ما نحلوش نجمو نعملو هكا ندورها تصويره ونسجل كوبي منها سميها gauche
نسميها جي كيما تحبوا انتم. ترين ديجا بي تي غوش. بدلتها سي بدلتها صحيت. ليه لحظه ستي مشكون هنا في راس خرج. اه بيه ميرسي بوكو. دونك هنا كملوهم اي نفس الخدمه اللي لي كانت بوطون بالضبط. دونك هنا راكم تشوفوا بالبيكسل كيما قلت لكم تك تك. شنو هو بيكسل؟ عدد لي بيكسل في الطول وفي عدد لي بيكسل في العرض، على خاطرها تصويره نحبها صغيره وهي في وسط تابلو ما نجمش بورسونتاج باش يتعبكم برشا. يعني فما حل، يا اما نبدل بالبورسونتاج ولا نبدل بالبيكسل، وانا نتصرف وقتاش هذه خير من هذه. ايه دونك قاعده لنا هذه با نحيو لها التكست. ايوه اوكا مزيانة مزيانة الأولاد. باه توا نعاود ونرجعو للبروجي نتاعنا الريزولتا فينال نتاعنا نشوفو شنو نزيدو فيه. هاي طلعوا والله هذيا باش يطلعوا نحاولوا احنا بوتيتر على الاقل نحلوا لهم الباليت. لا باش يجاوبوك ديريكت فاتي. خلينا ميسالش حتى كي خليهم يغلطوا ونقول لهم انا شنيا لو كان جاي اجابتهم هذيك هي شنيا الغلطه اللي تصير. باهي تاكل خاطر ستي سهير اللي تحت هذايا السكور لابيل والزون دو تيكست اكل الكركتونغ الكبير هذاك شنو ينجم يكون؟ كانفاس. كانفاس. باهي صحيت. وين نلقاوها ترى؟ وين نجمو نلقاوها زعما تحس لهم باليت ستي سهير؟ درويك برافو. شنو باش نستعملو لهنا ترى؟ اللي انت قلت عليه كانفاس شنو هو؟ شو اسمه الكومبوزون؟ كادر. اسمه كادر يعطيك الصحة. دونك الوسطاني الكل اسمه كادر. باهي وشوفوا احنا في وسط الكادر لهنا شنو عنا؟ هكا الاصفر هذاك شنو اسمه؟ شو اسمه؟ إيماج لو تان. صحيت أكل باكمان هذيك هو إيماج لو تان يعطيك الصحة. وكد الكرة الخضراء هذيك شنو باش يكون الكومبوزون تاعها؟ إيماج بول. بول بال يعطيك الصحة بال. يعطيهم الصحة ستي إيمان. بركة باش نقول لهم حاجة كيما قال توا صاحبهم قالت نجم تكون إيماج. إيماج لو كان يهز إيماج لوتا مرة أخرى، لو كان يهز إيماج لوتا مرة أخرى ساعة ما تجينيش تصويرة بول. والإيماج لوتا شنو الفرق ما بينتها هي والبول ستي إيمان؟ واحدة تنجم نعطيها تصويرة خلفية والأخرى مستحيل تقعد ديما بول. أيوة هاي شوفوا هنا كي نهز انا البول تنهزوا بول هنا هاي البول هذه الكحله شوفوها هنا معايا فماشي ايماج دو فون؟ لا ما فماش تقعد ديما بول هذي. مادام شنو الفرق بين ايماج عاديه وايماج لوتان؟ صحيت هات نجاوبك. باه شنو نجاوبك؟ كي تجيب هنا ايماج عادي هاي باهي اسمها ايماج ان باهي وهذا تفكر معايا اسمه ايماج لوتان ان. الفرق ها وين يجي في البلوك. شوف البلوك توا معايا وين حاجتي بحاجات ما نلقاهمش في الايماج. ها هي وين ايماج ان؟ هذه ايماج ان ولا ايش عندك في لي زيفينمون؟ كان كليك هاو وانا ما يساعدنيش انا نحبها كي تمس الكره يعني فما كوليزيون اصطدام ما فماش الوحده هذيك هنا. باغ كونتر كي ندخلو ايماج لو تان ان شوف قداش عندك من فما من فونكسيون حاضر من ايفينمون كوليزيون افيك غليسي مسة الحرف
بور اتان لانسيت هبتوش نتاعك ني با اون كوليزيون ما ضربتش مع حاجه انفونسي قعدت نازل عليها روتيري فهمت الفرق امين معناها الايماج العاديه فيكس والايماج الاخرى انيمي تتحرك يعني الايماج العاديه ما نجم كان كليكي عليها كهو فمش حتى حاجه اخرى نجم نعملها به يعني نعمل ايفينمون كليك ويصير حاجه كيما عملنا مع لي بوتون تاع لي زانيمو ومتاع الكويز وكل اما كان حبها تتحرك وانا نتحكم فيها شنو مست وشنو خدمت يلزمني نجيبها ايماج شنو الاولاد لوتان باهي هو ديجا هو ديجا ستي سهير حتى تو كي حبيت تحط ايماج في كادر ما نجمتش نرجع هنا راه جربت ذي كادر اي ما تجيش في الكادر ما تجيش في الكانفا ما تدخلش دونك اوبليغاسيون ان نستعملوا ايماج لوتان عايش نحطوا كادر مال الكادر الكادر الويش يصلح الكادر باش يحسب لك لي بور وتعرف وقتاش وصل للحرف هذا وقتاش وصل للحرف هذا كان تخليه مسير كيفاش باش تعرفوا اللي هو وصل للحرف باش يدور تو يقعد ديما يمشي معناه وهنا عندك في الكادر عندك الاكس والايغريك تتحكم فيهم انت اتونجيو مع ستي ايمان بعد في الكود تلقى اكس العرض والايغريك الطول باش نجم تطلع وتهبط وتمشي على اليمين وعلى اليسار لو كانت تخليها مسيبه بلاش الكادر ما تنجمش تخدم امين بسكرين باه نحيهم ستي هذوما من البروجي سوبريمي لي زيتون سوبريمي باه نرجعو اي ملي اتفقنا لهنا باش نزيدو 3 كومبوزون ها وباش يعاودو يسميوهم لنا هاي وين الثلاث وين موجودين برافو ديسان اي انيماسيون وين باش نحطوه الكادر احنا اخترنا باش نحطوه ما بين السكور وكلي ديريكسيون اكل الاتجاهات بي الكادر كيف كيف ستي يلزمو اوتور او لارجور احنا حسب قداش نحبو المساحه اللي باش يلعب فيها كان مش يلعب في مساحة كبيرة نكبره كان مساحة صغيرة احنا نخدمه من هنا الأوتور واللارجور دونك مثلا نعطيوه لارجور نتاع التليفون هكا ولا نحطو شنو انا نحطو وينو الاولاد اي يا مهدي وينو مهدي وينو محمد بوقرة نحطو رومبليغ بارون ولا وينهم الاولاد اي علاش رومبليغ بارون شكون يقول لي علاش محمد بوقره نجم تقول لي علاش رومبليغ بارون باش يهبطوا لي فلاش اللوطه باهي هما باش يهبطوا وهو ياخذ عرض التليفون عرض التليفون الكل توا صغير ولا باهي كيك الكادر باهي حتى صغير نجموش نلعبوا فيه هذا اللارجور عجبتني مالا شو نصلحوا هاي لارجور وريجل اللي هو العرض ها هو لارجور شدوه اي اوتور نصلحوها قداش نعطيوه مثلا هنا نعطيوه بورسنتاج معناها قداش من كبر ليكرون باش ناخذ قداش من كبر ليكرون ناخذ مثلا 50 ولا 40 ونشوفوا ريجله ولا لا اي خليوها هكاك نجمو نزيدوها شوي 45 كما نقولوا احنا واحد عين وميزان عاشتهموها الصغار ولا باه باه تا واش باش نزيدو اخر ابار الكادر في وسط الكادر شنو باش نحطو وين ايماج بول ها ايماج لوتان وبول صحيت ايماج لوتان والبول يعطيك الصحة باهي نمشيو لايماج لوتان هذيك تصوير شنية احنا باش نزيدو فيه هكا تصوير نتاع الفاطمة فوالا كالعادة شوفوا كيفاش جي كبير برشا دونك شنو باش نبدلوا فيه
L'auteur ou largeur. صحيح l'auteur ou largeur. حطو en pixel. حطو l'auteur en pixel. صحيح. نحطو largeur قدها هكاك نشوفو كيفاش باش تجي. البال البال شو مش فما تدخل بروبريتي بالنسبة للباكمان هنا نحب نقول لهم حاجة ساتي بالنسبة للباكمان ما هو قلنا هو إيماج لوتان باش يمشي في وسط كادر ويبدأ يتحرك مرة لفوق مرة لوطة هكا ولا شنو عنده عنده في لأولاد فيتيس فيتيس كيفاش الفيتيس تتحسب تحسب بعدد المربعات اللي هم عدد البيكسل مثلا هي صفر معناها ما عبارة ما يتحركش يقعد واقف كان نحطوا له واحد معناها بطيء برشا قبيلة أنا مثلا حطيت له 15 بيكسل نجم نحطه مثلا 10 يعني مربعات صغار يمشيهم وقتاش كل 100 شوفوا في الانتغفال 100 شنو حسب رايكم 100 ملي سكوند يعني مش حتى ثانية 100 ملي سكوند يعني يزرب هنا باهي قد ما نزيدوا في الفيتيس ونصغروا في الانتغفال نتاع الوقت قد ما هو باش يزرب داكور وقد ما نقصوا حطوها مثلا هذه 4 وهنا مثلا 200 باش يبدا يمشي معناها اقل سرعه يعني سرعه باش تحدوه صوت يعني سيدي اي نسمع فيك انا مريم التوا لا حاب تخدم لي هذيك الوحده شلون نحط فيها لحم ما حبتش باي تحكي على الارانجمون هي عم تختارش توا نشوفو ميسالش باهي ميسالش ده ما هي واحدة تقولها كمل الباقي باهي ميسالش هاي هاي حسيتها انها ما نجمتش تقدم باهي ميسالش نعمل اي وحاول ماريو ما تزرب كان فما بروبليم في البارتاج خليهم بعد ميسالش اما احنا وكا جوست حبيناك ما تقفش معناها تكمل اعمل بارتاج تراه ليه انا جو في اريتي تراو بارتاج انا مازال ما فهمناش لحظه مدام مالا خلينا نكملوا مريم وكي تبدا انت حاضر باش تعمل بارتاج ميسالش وقفنا باه كنت نقول لكم انا الاولاد كنت نحكي على الفيتيس هكا ولا قلنا الفيتيس تمشي هنا 12 يقصد بها 12 بيكسل 12 مربع صغير يعني كمان ما تصوروش اللي هي برشا يعني نجم نعملوه يزرب اكثر من 12 20 مش يزرب اكثر والانتغفال هذا الوقت يتحسب بالملي سكوند يعني كان تحبوا معادلة نكتبش نكتبها هنا أنا ألف ملي سكوند هو سكوند واحدة لحظة بركة مريم تكمل سيدتي سهير مع الإيماج لسان وتعطيك الكلمة باه وعندنا اخرى حاجه اخرى دونك فهمنا الفيتيس نتاع هكا الباكمان هذي باش تمشينا بالانتغفال وبالفيتيس باهي الحاجه الاخرى فما روتاسيون تاتي ايمي ظاهره ولا اي ظاهره روتاسيون اش معناه لو ليه نجم يدور صحيتك ينجم يدور واكتيفيش معناه يخدم دوب ما تتحل اللعبه يبدا يتحرك كان انا نحيها هذه من هنا نولي لازمني نزيدها في البلوك من بعد باهي طبعا شوريكم حاجة أخرى أوريونتاسيون خاطر مهمة باش باش نجمو تفهموا معانا من بعد الخدمة مش عارفة التصويرة خليتها ولا ما خليتهاش
باه شوفوا معايا اورينتاسيون كيفاش يخدم لابون فانتر. شوفوا فيها تصويره، شوفوا فيها ولا وي هذا الكادغ نتاعنا. الكادغ عنده دي بوغ، والبوغ بالانجلي اسمه ايدج، يعني هذا حرف على اللوطه وحرف على اليمين وحرف على اليسار وحرف من فوق به. وهو عنده اتجاه هكا الباكمان هذاك، كان باش نحطوا اتجاه الى اليمين راهي صفر درجه، كان الفوق راهو 90. قيدوها هذيك تحبوا في ورقه حتى كصوروها خاطر باش تستعملوها. كان يخزر لوطه وهو يمشي لوطه راهي 270، وكان يمشي على اليسار راهي 180. هكا هي كيفاش تتحسب بالبوصله نتاعنا اكل ايماج لوتان كيفاش لوريونطاسيون نتاعو. دونك هنا شنو نلاحظوا كي نرجعوا للبروغرام كيفاش متجه الباكمان نتاعنا دوما تحل الخدمه؟ صفر. وين قلنا صفر؟ شكون يتفكر؟ اليمين. كان نحبوا انا من الاول متجه لوطه شنو نعمل؟ 270 نحطها 270. نحبوا نخليوه من الاول ظاهر يمشي على اليمين، نخليوه يمشي على اليمين. تو بطبيعته من بعد كي نهملوا الفلاشات نهبطوه لوطه. يعني هنا كيفاش تحبوه يبدا؟ يبدا متجه على اليمين، يبدا متجه على اليسار، الفوق ولا لوطه؟ اذا على اليمين صفر وعلى اليسار 180، الفوق 90 ولوطه 270. جمرتوهم هذوما الاعداد اللي هو يحسبهم حسب البوصله اللي هي كذا درجات. هذا شنو فيها هكا ولا اش قعد لنا الستي الاكس والاي غريك اي كيف بلاصه باكمان؟ اي بالضبط ستي. يعني هنا هاكم تشوفوا الاكس كما قلت لكم تو ستي ايمان، كان نحركوا يعني شوف شنو يتبدل. شنو هما اللي تبدلوا؟ اكس و ايغريك و زد. زد تبدلت ولا؟ زد ليه؟ ما تتبدلش بالكل. هني نلاحظوا انه الباكمان نتاعنا كي يتحرك قاعد يبدل في الاكس و الايغريك. تو من بعد استعملوها مع ستي ايمان شدوها بالكدا كلمة اكس و ايغريك. ترى شكون يقول لنا شكون الاكس؟ انهي الاكس؟ باش نحركوا هكا. اكس العرض. اكس العرض يعني هذاك يمشي يسار ويمين. شنو اللي يتبدل؟ الاكس هاي هنا في تصويره اخس كي نمشي هكا على اليمين نزيد في الاكس هكا ولا نمشي على اليسار تنقص الاكس. اوكي نطلع اوكي نهبط الايغريك هو اللي يتبدل. هكا هو عطيتكم الملاحظات بالنسبه لايماج لوتان. يعطيك الصحه سي سهير. عايشك ستي. ستي سهير كملت مع الباكمان انت؟ اي هذيك ايماج لوتان هكا شفناهم الكل. يعطيك الصحه. بربي نرجعوا لمريم خاطر قاعده تستنى فينا. هي حبت تاخذ الكلمه وانا قلت لها خلي ستي سهير تكمل. هاي تفضلي ما تتغشش علينا. هاي مريوم. مدام صفر في صفر. شوفوها تاو مرة أخرى. صفر في صفر. أنا مانيش قاعدة نسمع رانيا. أي حتى أنا. مريوم ما سكر الميكرو بنتي وكي يصير البارتاج حلو. احنا مانيش راهو فيه راهو البارتاج. باكش تبدا فوق الكيت. كي يبداو صفر في الصونتر تبدا. أي. جون نقول لك خلينا نرجعوا لها مع ستي ايمان نكملوا مع مريم الساعه توا بعد تو نرجعوا للسؤال. مريم باش نشوف بالنظام هكاك. مريم هاي تفضل بارتاجي ليكرون بنتي. مريم تسمع فينا؟ هاي عم تبارتاج باهي. ما عملتش ارانجمون. تعرف سهير يظهر لي هي قاعدة اي تفضل يقول هي قاعدة متبرنشة على ليماج في وسط البوطون. اي تقريب حسب ما فهمت. طيب تفضل لك الكلمة.
باهي ستي عايشك ماريو ما أخزر لي بنتي الحاجة اللي ناقصة قلناها قبيلة طهب تحت انترفاس اتوليزاتور هاك اللي على اليسار هذه اللي فيها بوتون وإيماج وكل اهبط لوطة شوية اهبط خلينا نشوفو كي تهبط اهبط بالكرولات نتاع السوري صحيت فما كلمة ديسبوزيسيون هايك بالجري تحت افيشور ويب هذيك انزل عليه حل هذيك تلقى فيها كومبوزونات اخرين شنو ما هاللي كومبوزون هل لي ارانجمون كيفاش ننظم الخدمه قبيله استعملنا ارانجمون تابلو للي بوتون واستعملنا ارانجمون اوريزونتال للابيل والسكور نتاعنا دونك هز ارانجمون اوريزونتال جليسيه وسايبو كاين في ليكرون تاع السكرين نتاعك مدام انا اي ميسالش بنتي ميسالش المهم افهمها اعمل ارانجمون اوريزونتال اللي وريتك توا قلت لك عليه اقعد نازل عليها و... واعملها جليسمو ما تسيبهاش حتى توصل للسكرين الاولى بالكل اي ارانجمون اوريزونتال جيكي المربع راحيت سيبها توا هز توا حط في وسطها هكا زوز حاجات اللي تحبهم يجيو بجنب بعضهم صحيح والاخرى الزون دو تيكست مريم لمريم برافو ميرسي مريم شوف ريت بخلط على ديسبوزيسيون عندك حاجه اخرين هاكا على اليسار ريح لك ميديا هذيك على اليسار ميديا حل هاكا فما دي كومبوزون اخرين ريتهم حل ديسان اي انيماسيون لوط تحت اللوطة أهبط زيد أهبط ديسان إي أنيماسيون هاكا غادي كريت قبيليك ساتي سهير كي وراتنا كيفاش نخدمو بالكادر والإيماج لوتان والباد من غاديك هادوكم باش تهزهم سمعتني ماري الكادر والبار من الإيماج لوتان باش تهزهم من ديسان إي أنيماسيون سمعتيك مدام باهي صحيت تفضل ستي سهير نرجعو نحنا ناخدو البارتاج باهي ستي إيمان فما مريم هزا يدها مش مريم عمر مريومة فما مريم معانا طيب ما نعرف مريم أخرى زعما مش عارفة في بالي ما هو معانا مريم نسيت اللقب أنا اي مريم كانت تحب تقول حاجه بنتي حل الميكرو وتكلم اي بوتيت خزت ماله بالغلط ميسالش هاي هات نكملوا ماله شكون قبيليك حاب ياخذ الكلمه وسال سؤال سقال 00 ولا ينجم ياخذ توا الكلمه كي مريم كملت كلامها تنجم ياخذ الكلمه توا شكون حاب يتكلم قبيليك تفضل 00 قلت لك وين صوت امشي حطه في الاكس 0 والاي 0 خلي يشوف السنتر وين يجي هاك مدام يسيس تعاود لي مريم لحظه برك نكمل لحظه مريم بنتي نكملوا مع صديقنا نسال السؤال ونجيوك مدام ان برينسيب في السنتر ما سمعتوش سامحني اون برينسيب شنو اول ريك زيرو مش اون برينسيب اي هذاك في سكراتش والا في روبير كيما نخدموا احنا هنا الكادر نتاعو خاطر هو يخدم بار كادر يشوف الصفر صفر هو الكوان الفوقاني كيما عطاك توا خاطر هو راهو يخدم في روبير اكس ايغريك وفما زيد زيد اللي هي كيفاش نتصلها لك كيفاش الصوره هذيك بارابور الصوره اللي بجنبها واحنا ما عندناش اكزامبل كيف هذيا فهمت احنا عندنا يطلع ويهبط وهكا هو معناها الزيد هذيك بريسك ما نستعملوهاش برشا في لي بروجي كاينش في حاجات هكا ان بو افونسي معناها بالنسبه للزيد سهير معناه ينجم هو الشعب وشنو يزيد يخدم مكعب مثلا كيما نقول احنا ما نعرفش انا شنو احنا عندنا الاشكال المكعب في ديارنا 3D اوكي 3D ما دام فاهم 3D دونك هذيك هو الزيد اكس واي زد
بيه. مريم قدرك حابة تاخذ الكلمة، تفضل مريم. مادام ميساج توريني على ايه ما حضرتش عليها. ميساج توريني شنو؟ بسمعتش. انا ما حضرتش عليها. ما حضرتش على شنو؟ انا كنت تحتفيت بيجيكا، انا وقتها كنت ليا بيجيكا شوفيها وما سمعتكمش بالبالي. انت تحكي على الكادر والايماج بيتان والبال؟ اي اه هكا انا قبلك وريتك من تلقاهم الكادر والايماج بيتان والبال الكبير هذي. انا حبيبي الكادر ورديته بالطول هذا، رديته هكا طويل. اما انت سمعت قلت لنا حاجه ما عرفش، وهذه المساحه ما تحكيش. ما والله حاسه ما فهمت يا سهير، تحب على البروبريتين تاع لارجور والاوتور، هذا اللي فهمت. باهي دونك هنا عندنا الكادر، ما هو هذه عملناها ارانجمون سيتي معاها لابيل وزون، وبعد عملنا كادر. الكادر هذايا حاطينه له لارجور نتاعو رومبليغ بارون، نقصد بكلمة رومبليغ بارون على كبر على عرض التليفون، خاطر عرض التليفون يختلف من تليفون لتليفون، مانيش كل عنا نفس التليفونات. دونك نحطوا له رومبليغ بارون ياخذ العرض الكل. وقلنا في الاوتور نخدموا بالبورسنتاج، يعني التليفون هذا كله 100%، هذه كلها 100%. انا نحب 45% للكادر. باهي حطينا فيه الكادر، حطينا بول جبناها من ميديا من ديسان انيماسيون باردون، هزيناها وغليسيناها في وسط الكادر، وجبنا ايماج لوتان كيف كيف اون لا غليسي في الكادر نتاعنا. في البروبريتي خدمنا بروبريتي نتاع ايماج لوتان كهو، اش نبدلو له اسمه كيما وصلتنا ساتي، نبدلو الاسم نسميه باكمان باش ما ندخلوش بعض. هذا الباكمان نتاعنا عنده تصويره، مشينا جبنا الايماج نتاعو، وشنو قلنا؟ عملنا له اللوتور ولارجور بالبيكسل على خاطره هو في حد روحه، ما يهمنيش فيه قداش كبروا بارابور ليكرون الكل، خاطر التصويره صغرونا هذه هي اللي حاب نصغرها. وقلنا السرعه نتاعو تمشي بالبيكسل. اسمعني عاد يا مريوم، كان تكلموا زوج ما كان كيفاش تصير الحكايه. عندي الفيتيس، الفيتيس هي عدد المربعات اللي باش يمشيهم اللي هم عدد لي بيكسل، كان نحط شوية يبدأ بطيء، قد ما نزيد قد ما باش يكون بلو رابيد هو. وهذايا الوقت يعني يمشي 15 بيكسل كل 100 ملي سكوند، كل 100 جزء من الثانية، معناها يعني شوية يعني يزر بالقدا. هذايا نجم أنا نخليه أقل باش نجم نلعب، كيما ريتو كبيرة ما نجمش نربح خاطرو يزر بيسر. وشنو قلنا آخر؟ حكينا على الروتاسيون، تحبكم قال يعني نجم يدور يتقلب، يدور على اليسار يتقلب، يهبط لوطا يظهر لي هو تقلب. وزدنا اورينتاسيون هذه اللي هي الاتجاه، معناها كيفاش هو متجه، متجه لليسار هابط لوطا. قلنا خدمناها حسب الصوره هذه، قلنا عندنا صفر يمين 180 كي نحط هيلو يتلفت على اليسار، 90 يعني يبدا طالع لفوق، و 270 يبدا يخزر اللوطا. هذاك الاتجاه نتاع هذا بالنسبه للباك مان. هنا وين وصلنا ستي هكا ولا اي كملوا البول توا، مازلنا عندنا البال هذيك نقوم بالدوره في مريوما. سامحني ستي مريوما، سكر الميكرو خاطر يجينا ايكو كبيره. نشوفوا توا البال هذه اذا كان فما دي بروبريتي نجمو نبدلو فيه. اي دونك كيما قتلنا ستي البال هاوما شوفوهم به جعلنا هنا نجمو نبدلو الكولور، مثلا كولور دو ديسان طه تفاحه كيما انا حطيت التفاحه به. الريون اذا كان نحبو نكبرو فيها به، فماش بروبريتي اخرى باش نبدلوه. اي هنا كيما قتلكم ستي شوفوا هنا فيتيس، اسكو نبدلوها الفيتيس انا نحبوها تتحرك ولا بالضبط كانش هي باش تتحرك، يعني اللي يحب يزيدها الباك مان يجري وهي تجري ويعمل فيتيس نتاعها شويه. لكن شد ليها
احنا عملناها ما تتحركش يعني ما تجريش، احنا نحركوها من بعد تو تشوفوا مع ستيب الكود. مدام سمحني، مشكلتي اللي انت شفتي عملتها، عملتها بنص تكفيك للعب، امين خذي لي شطر التليفون هذيا. بدل في البارامتر باش ما تجيكش كبيره، باش ما ينخذلكش شطر التليفون، خاطر هيبي هل تحكي على الكاد خذلك شطر التليفون يا مريم. تجيب الكاد نتاعك وتنقص في الاوتور نتاعو، نقص فيه انت، حطوا 30 ولا 40%، مش لازم تحط نفس العدد دنوياك. وشوفوا كيفاش نعطيك الريزلت باهي، يعني ديما انا نتحكم في الكبر نتاع الكادر هذا، احنا نتحكموا فيه كما ريتو بالاوتور اللي هو الطول نتاعو هكا قدش طويل، والعرض نتاعو من هنا، العرض ما نختلفوش فيه اللي قلنا باش نعطيوه كبر التليفون، عرض التليفون يا رب. اما الاوتور نبدلوه باش ما يجيش، خلينا بلاصه للفلاشات كما عملنا مع ساتيلي هنا، عملنا الفلاشات قبل احنا بعد زدنا الكادر. هاي سي بون، قدموا مريم باهي. هاي نرجعوا للبال ساتي سهير، ما زدت باش تحكي على البروبريتي نتاعها. وصلنا الفيتيس، الفيتيس قلنا هنا ما نبدلوش في الفيتيس خاطر ما هينش باش نعملوها تجري خليوها هي واقفه واحنا اللي نجري ونحبوا ناكلوها. ما كاش كيك انا ما نربحش بالكل. شنو الفلاشات يا مريومه، مشينا واش نقول لك شي ساعه فيس خاطر احنا توا اي مريومه ما تغش باش نوريها انت فيس باش نقولها ما تغشش علينا، اما تنجم تشوف الفيديو من بعد على راحتك. اي بنتي خاطر شفت الوقت شي ساعه تعدى واحنا الكود نتاعو هذا فيه خدمه مزلنا. ماشي ماشي، باش نقول لك انا فيسع فيسع وحاول تبعني، وكيما مثلا قاعده حاجه ما فهمتهاش خليها في الاخر. باهي عنا ارانجمون تابلو هذا كي نجيبوه لارانجمون تابلو، باش نجيب انا واحده هنا على خاطرك فيسع. لارانجمون تابلو عنده كولون وعنده ليني، نعدين عدينا مع اصحابنا قلنا هذه بالطول اسمها كولون، واحد اثنين ثلاثة، زوز باش يقعدوا فارغين وواحدة باش نحط فيها السهم متاعي، يعني أنا كي نعمل هنا ثلاثة وفي الليني ثلاثة، يقعدوا لي كيكا فارغين البلايص، نجيب لي بوتون، هما دي بوتون قالوا صحابك قبيلة مع ساتي طلعوهم دي بوتون، نهز البوتون ونحطه في البلاصة اللي نحب عليها هنا هنا وين نسيبه. بعد ما نسيبه نخدم له الإيماج متاعه ونخدم الأوتور ونخدم اللارجور. باهي يا مريم؟ ماهوش صعيب راهو بالكل، بنتي تنجم تخليه من بعد تعاود تتفرج على الفيديو وتفهمه بالكدا، ولا تنجم تحاول فيه وتشوف الفيديو تشوف الغا وين غلط. باهي باهي، دونك ساتي هذيك هي البول فيها اكس واي غريك، حتى هي يعني عندها المكان نتاعها وين على حتى كي نبدلوها كيما بدلنا قبيله يتبدلوا الاكس ويتبدلوا الاي. نحطها في الكوان دروا اون با، خلينا نشوفوا قداش ترى مثلا، قداش كومبوتات اون با هذيك قد يوصل 287 156. نمشيو للبارتي بلوك ستي سهيرة، كملنا البارتي ديزاين اللي تغدي. اي بركه كان من بعد ما يكملوا البلوكس نزيدو هما كيفاش نزيدو شو اسمها هي هذيك اغلوج باش تمشي ليكرون تاع جيم اوفر. باهي نزيدوها من بعد، اي خليها من بعد ديجا 5 و7 ديجا بالضبط، اي خاطر يعرفوها ديجا هما اغلوج. باهي مثال شا اي امين تراجل. شنو الفرق بين اكتيفي وفيتيس تحطو الصفر؟ باهي هنا اكتيفي كي تنحيها يا امين وتمشي في البلوك وتخدم ما تتحرك لكش وتردها تتحرك مثلا في البلوك، طب تشوف مع ساتيلي بعد انت باش تحركها باللي بلوك البول، يلزمك وقتها في البلوك تقول اخزر، شو يلزمك تزيد تعمل
مش تفهمني بدا. جي للبول وتقولوا اكتيفي هاي ميتر اكتيفي افغي، لازمك تاكتيفيها باش تولي هي تخدم الخدمه اللي انت طالبها منها. فهمتش معنى اكتيفي؟ يعني تستقبل لي بلوك، تستقبل الاوامر من الكود. باه. وكي تحطها تولي هي باش تستقبل، اما ماهيش باش تتحرك، اما تحبها تستقبل وتتحرك تحطها تتحرك. باهي باهي. حاجه اخرى ستي قبل ما نعطيك بلوكس، هنا في زون دو تيكست هيت نسميوها ريزولتا ولا سكور، باش من بعد ما ندخلوش بعض تحطوها ريزولتا سميوها. ديما كيما قلنا ديما نسميوهم باش ما نبداوش نلوج وين نكتبوا في الريزولتا، باش نحطوا له قداش ربح سكور. فوالا ها تفضل ستي. باه شكرا. باه احنا لهنا اون فا كومونسي باغ بروغرامي لي كاتر فليش. تعرفوا لي احنا عندنا كاتر فليش دروات وغوش واو وبا. نحبوا كي ننزلوا على الدروات يقدم على اليمين، كي ننزلوا على الغوش يقدم يوخر بالتويلي معناها يمشي على اليسار، او يطلع الفوق با يهبط اللوط. دونك اون فا بروغرام اون فا كومونسي باغ بروغرامي سي كاتر بوتون. دونك نبداو بالبلوك نتاع الدروات. دونك ننزلوا على البيتي دروات. Quand BT droite point clic, maintenant l'événement là c'est clic, on clique sur le bouton droit, je te vois le bichet sur. Voilà comment Billy que tu as voulu amantoirer les satisfaire avec le voilà qu'il fait le flasher à l'X ou l'Y. Aïe. Donc je vois là, que tu as vu là que le flash là, avec qui nous chie à l'ini, zidou, nous avons à l'axe des abscisses, nous achetons les sommes de la vie, ça m'a dit, il m'a dit que nous allons à l'X. هو ديجا انتما بعدا كي باش نرجعو تنشوفو عندنا اكس و واي. دونك اكس بلس دونك نخدمو بالابسيس اكس بوان اكس مع ونزيدو اش حاجتنا باش نقدمو. نرجعو للبلوك. دونك احنا لهنا شكون اللي باش يقدم لهنا الباكما هكا ولا ليماج لوطان نتاعنا. دونك نرجعو ليماج لوطان نتاعنا نهبطو اللوطان لي بروبري باش نمسو لي بروبريتي. نعم نهبطو اللوطا نخدم نخدم زي سهير تفضل ستي. تهبط لي لل لي بلوك سامحني سيرج. باه نشوفوا لهنا متر باكمان بوان اكس. متر باكمان بوان اكس خاطر احنا كيفاش نقدموا اليمين باش نخدموا على لاكس اكس. اكس معناها نعم باش نبدلو كان اكس معناها لا احنا باش يقدم على اليمين باش يبدلو كان اكس وباش نزيدو او قبل كيفاش شفنا التصويره باش نزيدو بلوس معناها. باه متر باكمان بوان اكس شنو باش نحطو فيها؟ الباكمان بوان اكس القديمه. دونك نرجعوا الباكمان بلس في المات صحيت وعندنا البلس نتاع المات. انا باش نخرجوا لي بلوك الكل من بعد كننظموها. دونك باكمان بوان اكس نخرجوها وحاجتنا بالبلس نتاع المات. برافو. دونك نمشيو المات نخرجوا البلس بلس نحطوا هذيك الاكل نتاع المات البلس في وسط. باه ميساج ميساج سهيل. Voilà. On met Pacman.x. On coule, on chauffe, on a pas de temps. Zido a des grands, zido a 10. Maintenant, on cherche le mat. Alors qu'on a que 0, هذيك, valeur 0. On va se dire 10. باهي. نرجعوا توا لك لي فليش سامحني ستي سهير التصويرة نتاع لي فليش. لهنا لاديسيون الاخرى اللي عندنا هي نتاع y بلس 1. y بلس 1 نعم نعم مالي. ما انا كيفاش حاب اجيبها في الوسط إذا كنت تحكي على البارتي ديزاينر يا سوفيا، تحكي على البارتي ديزاينر يا مريم، ما يصيرش عايش بنتي، أرجع بعديك أتفرج في الفيديو،
خاطر ما عادش علينا وقت ومازال عندنا ما نخدمو ما تتخشش علينا. باه نكمل سهير. دونك لهنا عندنا y y plus 1 معناها الاورينتاسيون تاعها هي الباء. دونك وقت اللي جو كليك على البوطون با لهنا شنو اللي باش يتمس عندنا y plus 1 دونك كون بوطون با انا حبيت يعطيك الصحه برافو نعمل دوبليكي خير سيتي سهير كما قال عرش شكون سامحني امين امين صحيح نعمل دوبليكي برافو وهذيك هي الفكره كانت بي تي دووا باش نبدلوها بي تي با والبوان اكس باش باش نبدلوها يغري يغري برافو بوان يغري غاديك او بوان يغري غاديك برافو. توا واش نقول توا باش تخدموا اليسار للغوش والاو اذا كانت دروات بلس دونك صحيت اذا كانت دروات بلس 10 دونك الغوش باش تكون موان 10 دونك نمشيو ننزلوا على كوم نعم باهي مات خرجوا من المات اش فما شنو نخرجوا من المات نخرجوا لموان صحيت خرجوا لموان باهي نمشيو نعملو كي كون بوطون شنيا لهنا تختارو كون بوطون غوش مثلا يزن نحيو كلمات هذيك الكل ناخذ باكمان فوالا ونحطوها اون لا سوبخي نحطو هذيك هذيك باكمان بوان اكس بوان تيس فوالا نخدمو توا البوطون او دوبليكي غاديكا نبدلو بي تي غوش بي تي او باكمان بوان اي باكمان بوان اكس دل باكمان بوان اي او 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 فوالا بالنسبة للبلوك دو كود هذايا شكون عنده فيه سؤال؟ مدام آه. مدام كي نحب مثلا نحرك البال البول زاد اي كيفاه نعمل لنا كيفاه نعمل لها تمشي وين ما البول مش احنا باش نحرك البول تو باش تتحرك اما مش بالفلاشات تتحرك عشوائي وحدها صحيح تري بون ريبونس باش تتحرك عشوائي كيفاه نعملها هاني باش نوريك مدام كي يخرج الباكمان الحر اي مدام بنات شنو شنو اصبروا عندنا شويه لحظه برك هو الباكمان كي يخرج الحرف نورمالمون معناها البال موجوده في الحرف هكا ولي والا انت تنجم اذا انت كانت البال ما تبداش في الحرف نجم انت تصدم في الحرف تحب تصدم فيه انت معناها كي تبدا البال هي لسه ماهيش موجوده قريبه للحرف انت باش تمشي تصدم في الحرف تحب تصدم فيها لا سيتي سامحني قصت عليا الكونيكسيون ورجعت شنو اي احنا اونتر طون قعدنا نحكي سؤال ما نعرفش شكون السؤال قال لك كي يوصل الباكمان للحرف قلت له ايه توصل انت للحرف كان كي تبدا البال في الحرف اما كانش انت عباره كما احنا هو حيط موجود على روحه وتحب تمشي تصدم فيه اي اما ساتي كان يخليه سامحني كان هكا الباكمان يخليه يسيبه يبدا يمشي يوحل فهمت يلزمو يدور وحده يلزم نزيدوه حاجه في الكود كيما يعني هو فكرته باهيه كي سالك ريت انت كي تحركوا ساتي كي تحركوا ما هو كان انت تتحكم فيه ولا وكي يسيبه ويقعد يمشي على اليمين لازمك تقول له يا ولدي كي تضرب في الحرف دور اما انت ما كاينش كيما قلت انت باش تدخل فيه غاديك هو الباكمان مش قاعد يمشي وحده انت قاعده تتحكم فيه بالفليش ليه حاطين له فيتيس ديما يمشي احنا نغيروا له في اتجاهاته واضح معناها انت واضح يعني هو شو ديما يمشي خاطر عملنا له كل فيتيس دونك كيما الرمارك يعطيه الصحه لازمنا نخمو كي يضرب في الحرف شنو يعمل انا ماشي في بالي اللي هو كي احنا ما نحركوش هو يقعد ويقف نسيت حكايه الفيتيس اي
واضح بيه اون فالا بروغرامي ان شاء الله من بعد بيه ايه دونك نواصلوا لهنا بيه الفكره هوني دونك كيس كون فا بروغرامي توا بيه تحب هذوكم تعملهم ريدوير باش تلقى ولا تطلع ولا تنظم الاسباس نحب نقول لهم ستي على هذيك كان تسمح نزيدوا حاجة نزيدوا حاجة فيها هكا انت على اتجاه مش قلنا كي يبدأ لوطة يتجه لوطة والفوق يخزر الفوق وعلى اليسار وعلى اليمين بكا 270 و 180 هكا ولا ايه هي تنبرمجوها نبرمجوها بالبرمجة هنا هاي هاي عايشك ستي دونك هنا شنو نعملو باش نجيو للشكونترا الباك مان متاعنا ولا ونلوجو على اورينتاسيون تاعو هاي ميتر اورينتاسيون ا هكا ولا شكون يتفكر على اليمين قداش صفر صفر ماكم قايدتوه دونك جيبولو صفر ونعاود نهزها هذيا ونجيبها هنا ولوطة ميتين وسبعين فيسع فيسع خمو في اللي بعدها قوش خمو قدي ثمانين ميه ثمانين أحيطو والفوق تسعين تسعين تاو تشوفوا كي تلعبوها من بعد تلقاو انه يطلع ما يقعدش متجه هكا على اليمين وهو طالع الفوق دونك بالضبط دونك هذوما هاكم ما عملناهاش هنا شوفوا هنا خليناها يبدا بالصفر تفاتي يبدا بالصفر واحنا تحكمنا فيها في البلوك هاكا كيما توما تو برمجتوا مع ستي احنا زدناها لوريونتاسيون باش كوميم يجينا باهي معناه باهي باش نخلي كان هذيا بركه ستي وهذوما كنا نعملهم ريدوير حتى كي يبدا عند سؤال يتبع على هذيك باهي ريدوير باش نصغرو مش خليونا البلاصه نجمو راهو نهبطو لوطا نخدمو اما كان نظام كملتهم هذوك معناه عادش نرجع لهم توا احنا الفكره نتاع الباكمان كي نعملوا له ديريكسيون يمين يسار فوق تحت شنو هو الهدف نتاعنا احنا اشك فوا شنو البوت شكل البول شكل البول صحيح دونك هذيك علاش احنا توا اون فا او بروغرامي ماكله البول باهي دونك نمشيو لك البال 1 لهنا وقت اللي الباكمان ياكل البال 1 ليفينمون اسمه كوليزيون كوليزيون معناها الباكمان كلي البال 1 دونك كوم بال 1 بوان كوليزيون شنو يصير هو وقت اللي الباكمان ياكل البال 1 شنو يصير هي البال 1 كانت موجوده كنا نشوفوا فيها شنو يصير لها سكور لا قبل السكور هو الباكمان وقت اللي ياكل البال 1 البال 1 شنو يصير لها هي كانت موجوده احنا كنا نراو فيها احنا كنا نراو فيها شنو يصير لها تختفي صحي تختفي عندنا بروبريتي اسمها فيزيبل فيزيبل دونك نمشيو البال 1 كالعاده متر بال 1 بوان فيزيبل اه هايك كي نقول لك انا اللي فيزيبل هذيا تاخذ فري وقت اللي راوها وتاخذ فو وقت اللي ما راوهاش معناها لهنا كي هي باش تختفي فيزيبل في الحاله هذه باش تاخذ فري ولا فو فوق باش تاخذ فوق صحي باش تاخذ فوق برافو ومن بعد ما تاخذ فوق هو بعد ما الباكمان اكليها والبال 1 ولات نون فيزيبل ما عادش تتراش ما عادش تترا شنو هو باش يصير باش نحبوا لها احنا البال 1 بعد ما تختفي شنو نحبوا يصير لها نحبوا شنو جي في بلاصه اخرى نحبوها تعاود تظهر في بلاصه اخرى نحبوها تعاود تظهر في بلاصه اخرى صحيح باش نعدون باش نمشيو نعاودو نرجعو للبال مره اخرى ونشوفو البلوك اللي خلينا نظهروا البال في بلاصه اخرى اللي هو ابلي بال 1 اللي علاش اخترت انا هذيا
على خاطر انت البلان كي تبدا هي موجوده صحي تبدا عندها موجوده في بلاصه معينه معناها ديفيني بار اكس وبار اي هذيك علاش انا نقول هي تعطيني الاكس جديده والاي جديده نتاع البلان تاعنا كي انا توا نحب نعطيه الاكس جديده والاي جديده قداش بنحط فيها انا اكس انا 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 لهنا اسكو نحط اكس مثلا فيها 30 واي فيها 20 اوزا اوزا ما عادش لعبه خاطر انا اذا كان نحط الاكس قداش والاي قداش ما عادش لعبه يلزمني انا اش معناها اوزا دونك معناها البلايص اللي باش تختارهم اللي باش تختارهم اللعبه نتاعنا انا ما يلزمنيش نعرفهم اما كانش اللعبه ما عادش فيها متعه كيما قبل وما دام انت قلت اوزا عندنا كلمة أزار تعوضها كلمة الياتوار كما قال قبيليك عشوائيا دونك هذاك علاش ومش نلقاو هالمعلومة هذه تابعة المات البلوك مات دونك ندخلوا المات تو نلقاو الياتوار اونتي الياتوار اونتخ دونك هذه كنحطوها في اكس ونحطوها في ايغريك زد الديزاين نعم يجوني بالديزاين ما سمعتش سام قلت لي يجيو في الديزاين سامحني ما سمعتش العدد العدد نشوفوهم في الديزاين يعطيك الصح انت خي بون غمارك دونك امين يتكلم امين يتكلم اي صح دونك امين يقترح علينا باش نمشيو للديزاينر ومن غادي كنستخرجوا العدد دونك ناخذوا اكل بال نحطوها في الكوان الفوقاني بالكل كوان غوش او بنشوفوا قديش يخرج لنا اكس و ايغريك طلعها الفوق ستي سهير فوق الكوان فوقاني اي قيدهم اكل عديد اكس قديش وايجريك قديش موان 3 موان زان موان 3 موان زان قيدهم في ورقه يقيدوا اكس يقال موان 3 وايجريك يقال موان زان ونشوفوا توا الكوان الاخر اللي مقابلو جاكونا قديش عنا اكس 286 و ايغريك 154 انا راني ما قيدتهمش ما عمل عليكم انتما باش تقيدوهم خاطر ما عنديش بحدايا ورقه به تقريبا هي على كل حال هذوما راهم دي فالور تقريبيه مش بالضبط بالضبط به خاطر انت والكبر نتاع الكره اكسيتيرا انت والكبر نتاع الكادر به نرجعوا للبلوك ستي سهير الاكس بين قديه وقديه موجود موان 3 286 موان 3 286 ايه والاي موان 158 موان 158 بعد ما بدلنا البلاصه نتاع البال 1 واخترنا لها فالور الياتوار والا اوازار نتاع الاكس والاي اكل بال هذيك اللي كانت مختفيه شنو باش يصير لها فيزيبل فري فوالا لازمها ترجع تظهر دونك ميتر بال 1 بوين فيزيبل افري عم ديبليكي عامل ديبليكي وانا ماذا بيا لهنا وين تصير كوليزيون ما بين الباكمان والبال 1 كانت تفكروا احنا عملنا زون دو تكست اسمها سكور دونك ماذا بيا اكا زون دو تكست اللي اسمها سكور هذيك مثلا اذا كان فيها صفر هي شنو يصير لها كي انا مثلا عندي من الاول زون دو تكست زيد مثلا 10 ولا 20 ولا 1 سا ديبون انت لهنا كيفاش تحب تعمل البروغرام نتاعك
هذيك علاش احنا باش نجمو نزيدو ناخذو معناها نزيدو نعملو موديفيكاسيون تاع حاجه نستعملو سو كون ابل لي فاريابل اون فاريابل دونك باش نمشيو لهنا نمشيو للفاريابل الفاريابل هذه اول بالور نتاع الفاريابل نتاعنا احنا اول سكور قديش اول سكور قديش عندنا زيرو اول سكور عندنا زيرو هذيك علاش باش نعملو سكون ابيل انيسياليزاسيون انيسياليزاسيون معناها لا فالور انيسيال اول فالور باش نحطو فيها زيرو دونك نخرجو اكل بلوك انيسياليز جلوبال ونسميوه مثلا هو لهنا الفاريابل شنو مسميها نسميها شو نسميها الفاريابل لهنا نو انا ماذا بيا نسميها سكور حاجه سيغنيفيكاتيف السكور نتاعي قداش فيه من الاول السكور نتاعي انا قبل ما نبدا نلعب اللعبه قداش السكور نتاعي زيرو زيرو دونك الفالور نتاع زيرو مش نلقاه في المات فوالا دونك من الاول عندنا فاريابل سكور حطينا فيها زيرو باهي نرجع توا للبلوك نتاع كوم بال ان بوان كوليزيون افيك دونك وقت اللي البال ان هذه صار فيها كوليزيون قلنا بعد ما البال اختفت وبدلنا الاكس واليغريك نتاع البال وبعد كي رجعت البال ظهرت هكا السكور هذاك باش يتبدل يكون زيرو يولي واحد ولا يكون عشرة ولا يولي عشرة ولا مية هذيك علاش نعاود نرجع للفاريابل وكيفاش باش نبدل انا كيفاش باش تصير الموديفيكاسيون نتاع الفاريابل عندنا لهنا متر ا متر ا ننزلوا على كلمه فليش هذيك احنا الفاريابل نتاعنا شنو اسمها جلوبال سكور هذه متر ا معناها عباره غير لي باش تصير موديفيكاسيون للكونتوني نتاع الفاريابل كانت صفر باش تبدل متر جلوبال سكور ا باهي شنو باش نحطو فيها احنا هالمتر جلوبال سكور ا احنا كانت فيها صفر باش نزيدوها قديه مثلا باش نزيدوها عشرة باش نزيدو معناها اش عندنا لهنا اوبيراسيون تاع شنو بلوس نتاع بلوس صحيح دونك نخرج اكل بلوس هذيك باهي انا السكور نتاعي وين موجود نرجع للفاريابل مو انا متر جلوبس متر جلوبال سكور هذيك معناها السكور جديد مي انا باش يولي عندي سكور جديد لازم يكون عندي سكور قديم باش نزيدو فالور السكور قديم وين باش نلقاه باش نلقاه فاك البلوك اوبتونير اوبتونير جلوبال سكور قداش باش نزيدوه مثلا نزيدوه عشرة ولا عشرة نزيدوه مثلا معناها لهنا متر جلوبال سكور اه معناها الفاريابل جلوبال سكور اللي كان فيها صفر شو باش يولي فيها باش ياخذ الفالور القديمه نتاع جلوبال سكور اللي هي صفر ويزيدها عشرة معناها باش يولي فيها بوغ لا بروميير فوا عشرة وهالجلوبال سكور هذيا وين نحب وين نحب يصير لها لافيشاج نتاعها وين نحب نراها انا العشرة ترجع لبارتي ديزاينر عايشك ستي سهير العشرة وين باش تخرج لي في انا في انا في انا كومبوزون شو اسمه الكومبوزون تاعنا زون دو تيكست اي سميناه احنا صحيت زون دو تيكست اللي احنا سميناها ريزولتا صحيح نمشيو للبلوكس نمشيو للريزولتا للزون دو تيكست لونجو على متر ريزولتا بوان تيكست متر ريزولتا بوان تيكست ا واش باش نحطو فيها الريزولتا بوان تيكست هذي زون دو تيكست هذي شنو باش نحطو فيها الفاريابل نتاعنا اللي هي اسمها
السكور اي دونك نو باش نحطو وين باش نلقاوه الكونتوني نتاع السكور في منين باش ناخذوه من انا بلوك كي نحبو ناخذو احنا كونتوني نتاع فاريابل باش نبدلو فيه نحبو ناخذو نستعملو اوبتونير ولا متر اوبتونير صحيح اوبتونير اوبتونير والفاريابل نتاعنا شنو اسمها global score فوالا global score شكون عنده سؤال بالنسبه للاسو نيفو سينو مش نعطي الكلمه لستي سهيل تفضل سهيل عندك الكلمه يعطيهم الصحه الاولاد ان شاء الله ما جاتهمش صعيبه شو هو هو على خاطر نبدأ بشوية بشوية هذية ديما سكور نستحقوه في الألعاب ونستحقوه في الحاجات والإكس والإيغاك كيف كيف باش نحرك بيها معناها بركة أنا باش نحسن شوية في حاجة شوية بركة باش نقول لكم نسألكم سؤال وقولوا لي أنتم معناها حطيتوه في المكان الصحيح ولا مش في المكان الصحيح بالمنطق ما هو فهم برشا لوجيك ولا لا ساعات واحد هكا هو يخدم يظهر له لوجيك معين والاخر يظهر له لوجيك واحد اخر وقولوا انه مثلا الاقرب للاصل للعبه معناه ما قلت هنا كومبال ان كوليزيون ولا ايش معناها بال ان كوليزيون يعني ضربت مع حاجه اخرى يعني حاجه اخرى جات فوق من زار فرد وقت حطيته هنا انها هي تولي فوق هكا ولا باش تتخبى وتمشي تظهر في بلاصه اخرى هكا ولا هذه يا ماتر بال ان فيزيبل افري تجي هكا ولا كانت تنجم تجي هي حتى هنا تنجم تخدم لنا كانت تنجم تجينا ببلوك واحد اخر بايفينمون واحد اخر هاو تو نوريه لكم حتى تعرفوا في العاب اخرين تستحقوه انه هنا في البال كيما عندكم كوليزيون خاطر هنا ماكمش ضامنين انكم خرجتوا منها بعدتوا عليها بلكش عمل بوزيشن اخرى وجيت باقي فوقها معناها شوفوا فما واحدة أخرى شفاها كومبال آني بلو أون كوليزيون يعني هنا بالحق نظام اللي هي مش فوق منها وقتها نظهرها كنا نجمو نزيدو هكا وكنا نجمو نخليوها هكاك يعني حتى في الحالة هذه على خاطر اللوجيك يقول كما عملتو توا اللوجيك يقول أنا مش نهزها لبلاصة أخرى ونظهرها سي توتالمون لوجيك اما انا نجم نهزها لبلاصه اخرى وهالك الباكمان وهو يجري ويزرب باقي جات فوقه ينجم يعاود يخدمها وينجم بتت هكا يخرج هنا تعاود تخرج فوق منه ولا حاجه دونك انا بوغ ايفيتي هكا الوحده هذيك نجم نجربها كان مشيت لي مشيت لي سونز اوكان بروبليم اما كانش هذه ميتر بول انفيزيبل افري نحطها زاده نحيها نجم نحيها من هنا نجم نخليها ونحطها هنا شي يولي اللوجيك شنو يقول اللوجيك هو هك حتى هكا راهي الي جوست علاش خاطرنا انا اون شانجي دو بدلنا المكان عملنا كما قلتوا مكان مغاير مكان مختلف عشوائي كل مره ياخذ في اكس كل مره ياخذ في ايغريك ويبدل ينجم عشوائيا زاد باقي جاي فوقه دونك مش مش خرج عشوائي اي سهير اي ستي والله انا ما فهمتش الكونتر اكزامبل ما عرفش اسكو صغيرات فهموا ولا انا الكونتر اكزامبل اللي انت عطيتو نتاع ما فهمتش شنو هو ميساج تعاودوا لي عايشك اي هو هنا هي ديما تنجم تمشي في الحالات الكل اما تنجم تكون فما حاله وهو عمل بوزيشن مغايره اي وهو عمل بوزيشن مغايره باقي جايبها بحذاها قريب منها خاطر هو الاخر قاعد يتحرك فك الوقت هذاك ما وقفش اي فما لازموش يخرج فغي يلزمو يعاود يتستي روحو اسكو هو اون كوليزيون ولا ماهوش اون كوليزيون احنا نخليوها هكا ونجربوها معناها هي ليلي بالعكس انا قاعده جو ديسكوت بالعكس قاعده ماني قلت لك انا ديجا فهمت كيفاش التخميم هو هو شنو جو فوا با لو كونتر اكزامبل اي لازمك تجربها يلزمها يلزمهم الاولاد يجربوها يجربوها اذا لقاوها باقي تخرج معنا احنا نخليوها هكا باللوجيك اما اذا نخلي اذا هي باقي مثلا جيت صدفه انها جيت فوق منها يعني ما تخبيتش فهمت ظهرت كان نقطه الخضراء ولا كان نقطه الكحله نولي نعملهم دو ايفينمون مختلفين ليفينمون الاول يقول وقت اللي هي اون كوليزيون نخبيها ونهزها لبلاصه اخرى ونزيد في السكور
وقت اللي هي ماهيش اون كوليزيون نخرجها نوريها له. يعني بتتر جدولات هي تحسها ماهيش هكا مفهومه بالقد ايه. صحيح الحقيقه انا قلت بتتر جدول تستي باش خاطر انا حسب ما فهمت انت معناها على كونتر اكزامبل اللي خدمتها دونك يلزم جدول تستي باش نفهمها. فهمتك كيما انا يعني هو هكا الكونتر اكزامبل ما يصيرش ديما يعني يصير مره هكا اما باش يقول هكا يا نوتخ سوليوشن يعني حتى كان ما مشاتليش هكاك ها نجربها بايفينمون واحد اخر. اوكي انا نعطيوهم لي بروبوزيسيون الكل ليه بتبيع احنا لي كونت اكزامبل دايور اون لي ديما اون لي تخير حتى لي بروغرام في الباسكال معناها بالعكس انا حبيت اذا حبيت نزيد هو ما يوحلوش يقول لك اه خرجت شنو نعمل لها يولي خرجها في ايفن ما وحدها ويرتاح منها معناها واضح وحاجه اخرى ستي ايمان نجاوبوا على امين قبيله اللي قال لك يتمس البور شنو نعملوا هذيك تزيدوها تزيدوها نزيدوها شنو نقولوا له نقولوا له كي الكروك كي الباك مان نتاعنا هنا يمس الحرف هذا ساعات يولي نشارجيو ستي سهير انا نرجعك 5 دقائق اخرين سامحني باهي اوكي ما يحتاجش باهي ثانيوني لحظه نعاودو نشارجيوها ساعات يولي رزين باهي انتوما ديما الاولاد جربوا حاجه ما مشيتليش نمشي باغ لوجيك شنو اللي ما زعما ماهوش مويتي يخرج في وحده نزيد في الاكس ولي غريك ديما قايم على التيست خاطر لو تيست يخليني نفيق بالغلطه وين هي قبل ما نصب لابليكاسيون في التليفون نتاعي ونحطها فينالمون معناها تقعد في التليفون لا نمشي قبل نتستيها ونشوف شنو اللي فيها يمشي شنو ما اللي يمشيش ديما قاعدينكم الطرق الكل هذه طريقة مشيت لي سهلة طوميو هذه فيها مشكلة هاو كيفاش نصلحها وهكيك معناها حتى لين توصلوا تعملوا أبليكاسيون كاملة بلاش أغلاط هاي عليه هذا يوقف لنا هك باي باهي يقولوا لي الاولاد مادام هو يشارج هاك خليه يشارج كان نحبوا اللعبه تمشي مثلا يقعد وقت وكيوفة للوقت هذاك يقول له جيم اوفر بالوقت معناه واحنا خدمنا بها بالوقت هكا ولا شنو هو لازمنا نزيدو اغلوج صحيح نزيدو اغلوج في السكرين الاول هكا ولا ومن بعد هكاك ومن بعد نقول له كي يوصل لوغلوج للوقت الفلاني اعمل سكرين ثانيه ونحطوا فيها جيم اوفر هكا ولا باه هات قبل ما نمشيو للنقطه هذه نحطوا نتاع البوخ نشوف باه شوفي انت خليني انا نكمل مع ستي باهي باهي هات هنا نجيو للباك مان كيما قلنا الباك مان قبيله صاحبكم قال وكيمس في الحرف شنو يصير دونك هاي هنا بور اتان يعني الباك مان وهو يجري وانا ما حركتوش بالفلاشات خاطر قاعد نخزر له كيفاش قاعد يتحرك يلزمو يدور ما يقعدش غادي دونك شنهزو هنا هذه ما فهمناها مع ستي دونك نحيوها نعملو لها ريدوير مريقلة هذا الحل اذا الاخرى فيها فيها حاجه ما مشيتلكمش انتم والتليفونات وانتم والكالي قلتوا راهو مش ديما يصير مي انا حبيت نعطيكم الاحتمالات الكل هاكا تكونوا انتم جربتوه هنا اش قلنا كيف يمس الحرف ويعطيني الحرف انا هو يقول لي الحرف قديش بلاست والاكس والجريج نتاعو يعطيه لي هنا مخبي في باخ دونك شو نقول له انا هنا هات ندخلوا الباك مان وشوفوا اش عنده شوفوا اش عنده غوبوندير ونعطيه الباخ يعني تقلب في الاتجاه الاخر وعنده هنا اختي يعني تصدم فيه وعنده الي ا وبوينتي اون ديريكسيون حسب رايكم انا هي اللي صحيح اللي تخليه تقلب الاولى الاولى صحيتك غوبوندير على البور والبور منين باش نجيبه وين هو اعطاهولي هنا كلي بالاورانجي ولا بالغوز وانا هي اللي ناخذوها اوبتونير ولا ماتر اوبتونير نقول له اعطيني البور قداش اللي وصلت له انت وهذه هي هذه شنو تقول هذه الباك مان وهو يجري وصل للحرف هاي دور دور وانا نعطيه هو قداش
ويخدم على روحه، جربوها تلقاوها انها تمشي سونز اوكان بروبليم معناه. داكوغ، دونك هنا بريسك احنا كملنا. باش نزيدو هنا بركه فيسع سكرين ثانيه، هاي سميوها جيم اوفر مثلا ولا اوفر، وبعد نكتبوها فيسع اوفر، نحطوها كحلة باغ اكزومبل، ايكرون كله اكحل. هنا نجيو في الكولور دو فون نحطوها نوار، ونجيبو لابيل نكتبو فيها جيم اوفر. نجيو هنا نحطو جيم اوفر، كيما نجمو نخدمو خدمة اكثر من هذه، نحسب السكور انا والسكور قديش يوصل. مثلا اذا يوصل هكاك، اذا يوصل لمية يربح نعطيه مثلا موسيقى، ولا اذا نجم نخدم بالزوز. برشا خدمه راهي هنا تصير لولاد انتوما، احنا كيما قلنا نعطيناكم البدايه كيفاش تبدا الحكايه. باهي، باش نحطو في الوسط الينيومون اوريزونتال سونتري والينيومون فيرتيكال سونتري، هاكا تجي في الوسط جيم اوفر. ونجيو نرجعو للسكرين الاولاني نتاعنا، ونزيدو شنو نزيدو، باش نقولو له على الوقت تاع لوغلوج. اي وين نلقاو هذه لوغلوج؟ في كابتور هكا ولا في كابتور. عندنا حاجه اسمها اورلوج هنا، اورلوج مانيش باش نحطوها تحسب ولا نحطوها تحسب من الاول، نسهلوا على رواحنا، نحطوها تحسب من الاول ونعطيوها قديش باش يدوم هكا الجو هذيك، قديش باش تدوم. اش قلنا؟ قلنا 1000 ملي سكوند، هي سكوند واحده يعني ثانيه واحده. كي نحبو نعطيوه دقيقة باش تجي 60000، 60000 سكوند، خاطر 1000 سكوند هي دقيقة. روحي لك جرب واحد الحاجة اسمها فكرة ما طابش بالك. باهي، دونك هنا نجيو نبرمجوها، عطيناه الوقت، اش باش نقولولو؟ كيف يوفى الوقت؟ هاكا هو بطبيعته أكتيف، يعني احنا من الأول خليناه يخدم، ما سكرناش عليه الوقت، يحسب دوب ما تبدا اللعبة. قولوا كي الكرونومتر يوفى يحسب الدنيا الكل يكملها. ننتقلوا للإكران الثاني هكا ولا كنترول، نمشي اوفرير ان اوتر اكران ونعطيه الجيم اوفر اللي هو نكتبها انا تاكس، هذه عملناه المره الاخرى. جوست حبيتكم تشوفوا لي احنا نجم نستعملوا برشا حاجات ريناها اوفر سميناها، ونجيو فك الاوفر هذيك ونعملوا فيرمي ليكرون مثلا باش ما ينجمش يرجع بالتوالي، ونجمو نحطو زادا السكور نرجعوه صفر، برشا حاجات نجم هنا في سكور. نقولو ماتخ سكور ا زيرو هكا ولا رجعو لصفر كيوفى الوقت. ماتخ اكزامبل هذي تنجمو نتوما تخمو كيما تحبو تخموها نتوما. حاجة أخرى قبل ما نكمل نزيدها، في سكرين وان حب دوب ما تتحل تبدا موسيقى تخدم كيما أنا وريتهالكم. دونك شنو نعملوا هنا؟ كي تبدا الموسيقى طويله مع صاحبكم قبيله رينا في ميديا، احنا المره الاخرى خدمنا بصون، وكي تبدا موسيقى طويله نجيبو ليكتور. باهي الاولاد، ليكتور تخدم لنا موسيقى على طول خير. دونك نمشي نجيب ليكتور ونحطها هنا، ونجيب فيها سورس، نجيب اي موسيقى نحبها انا، نحب نحطها تكونش طويله برشا بالطبيعه. دونك انا باغ اكزومبل عندي هنا ميوزيك، كيفاش نحط السكور نتاعو في الجيم اوفر مع اي هذيك؟ لازم تبعثها له يا امين، لازم تبعثها معاه. باهي، ما هي جيم اوفر باش تمشي ليكرون واحد اخر هكا ولا استناني نقول لك هنا في بلوكس، ما باش نقول له اوفر ان اوتر ايكرون ونعطيه الاسم ولا يلزمني نبعث معاها السكور. شوفها هنا في ويني في كنترول تلقى واحدة أخرين أوفر أن أوتر إكران أفيك أون فالور دو ديبار، فهمت؟ تبعثها هنا الفالور هذيك، هنا تحط اسم ليكران، فهمت أمين؟ يا أمين أخذر كي نهزو هذي، كي نهزو هذي ونحطوها في بلاصة هذي اخضر، وهنا ما باش نبعثوا معاها سكور ولا اي باش نوريها لك هاك. شو نقولو؟ نقولو كي يوفى الوقت حل اكران واحد اخر، اسم الاكران هذاك اوفر،
وهز الفالور معاك سكور، يهزها معاه الفالور، حط له هنا اوبتونير سكور، ويني هي اوبتونير سكور، نبعثها نبعثها مع الوحده، يعني غاديك يعرفها قديش وصلت له، فهمتني؟ جربها، يلزمها ديما انك تجرب. دونك احنا نخليها عاديه، جوست يقول له جيم اوفر ويحط مثلا سكور صفر. باه جوست انا وليتكم الموسيقى، انا حطيت هالموسيقى في ليكتور، ليكتور جبت لها سورس ميوزيك، نحبها تقعد ديما تخدم. باش نحط هنا بوكل، ريتو هنا زيد برشا حاجات على الصون، بوكل يعني توفى وتعاود توفى وتعاود لين تجي جيم اوفر. ونجي هنا نقول له كيف تبدا اللعبه، كيفاش هذه تبدا اللعبه؟ فماش فما حاجه في سكرين اسمها ريتور زعما ولا ايرور ولا انيشاليز، انيشاليز هايك باللوجيك حاجه انيشاليز، يعني اول ما يتحل سكرين، اول ما يتحل سكرين نمشي للليكتور ونلعبها ونسمي وش اسمه ونحطها تخدم. وينو ليكتور؟ ولا ليكتور، نجيب كومونسي كهو باهي. شكون ما فهمش منها حاجه؟ باهي. هني نحب نجربها، نعمل الكومبانيون، نحب نصبها، نصبها كونستخوير كود كيو اير هكا ولا شكون يجربها ويبارتاجينا نشوفوها كيفاش تخدم. هيك نحطوا الكومبانيون. جرب امين انت وبعد تو نعاود يجرب خليل ولا واحد من الاخرين. باه وانتوما اخدموا وجربوا خدمتكم. باه خليه يكمل وتو نعاود نحط مرة أخرى. كي تبدأ ريتو مثلا غناية طويلة كيما هذه، أنا ميوزيك، ميوزيك فيها طويلة شوية، دونك هكا تشد شوية وقت، فهمتوا؟ أمين بارتاجي نشوفوا معاك شنو صار ريزولتا. هيت نسكر أنا البارتاج. أمين مشيت لك؟ باهي نزلنا ما نشوفوش معاك. لا مازلنا، انزل على باور ميرور لوتا صحي تنشوفوا توا حركوا. مش تقعد تلعب حتى بالوقت، خاطر احنا عملناها بالوقت. جيم اوفر. الو جيم اوفر. شنو يزلنا نعمل في جيم اوفر؟ يزلنا نعملو نسكروا شنو نسكروا؟ شنو اللي قاعد يمشي له امين كي جاتو جيم اوفر؟ موسيقى. الموسيقى. دونك شنو نعملوا هنا؟ هات نكملوها، نجيو هنا في سكرين وان، وشنو نعملوا كي يمشي الجيم اوفر؟ يسكر الموسيقى ولا؟ دونك نمشي الليكتور ونقول له ستوب اغيتي، قول له أغيتي الموسيقى متاعنا كيوف الوقت. نعاوك طبيعة باش نحطها كيوف الوقت، كيوف الوقت هي أورلوج بوان كرونومتر. دونك يولي كيفاه؟ نحطها هنا باش نصبوها من بعد. باهي أو باش نحطها لكم هكا توا، أي واحد يعمل سكان للكيو آر كود ينجم يصبها. باهي أون برانسيب. وانتوما جربوها، انتوما جربوا زيدوا فيها حاجات. ستي ايمان نستناوها حتى ترجع معانا. لا انا هاني موجوده سهير. ستي قول لهم على الفكره انه شنو نعوضوا هذاك، علاش انا باش نقول لهم تعوض تاخذوا هذه وتزيدوا فيها حاجات. يوظفوا الفكره في المسابقه، يوظفوا كل اللي يحبوا. احنا حاولنا بوندون 3 سيونس عطينا 3 افكار، دونك يوظفوا اي فكره فيهم
ويحاولوا يزيدوا ويبدعوا فيها. انا الفكره صح. الحقيقه اللي تنجموا توظفوها بالنسبه للباكمان وهي فكره حلوه ياسر بروبوزي باغ مدام سهير، قالت لكم اذا كان اكل باكمان هذيك تعوضوه بشخصيه من حكواتي مثلا كاتب، احنا الفكره بتاعنا شنو هي؟ كاتب. الكاتب هذيك وقت التفاحه هذيك تعوض بدلوها بكتاب وتخليه كوم كوا اكل كاتب هذيك قاعد يلم في الكتب نتاعو، وين يلقى كتاب بطبيعه الحال السكور فينال هو عدد. هذه فكره من الافكار، وانا متاكده اني انتم تنجموا تلقاو فكره خير من هذه بارشا. هذاك علاش نعولوا ياسر على ابداعكم، خاطر انا الحقيقه راني نحب نربح، نحب انا مش انا بركه بطبيعه الحال، انا وستي سهير رانا نحب نربحوا بكم انتم بطبيعه الحال، خاطر انتم تربح واحد فيكم باش يقولوا شكون درب وراه، وانتم تكمون في السؤال هذا شكون دربوا، واحنا عنا باش يقولوا دونك باش يدربوا باش تقولوا انتم ستي ايمين ستي سهير، وهذا فخر لينا احنا بطبيعه الحال. بالطبيعه ستي حاجه تفرحنا برشا برشا برشا. انا بركه باش نضيف حاجه ستي على الكلام اللي قلته. ينجموا في عوض مثلا احنا اعطينا ثلاثه افكار، ينجموا يعملوهم الثلاثه كيما ريت انا، ولا التوديم في مخي محمد خليل وقت اللي في راس خليل، ولا وقت اللي ورانا كل الفابي وليزانيمو. فما حاجه هذه نحيها الاولاد، والا سامحني ستي سهير ينجم يكون عنده افكار خير من ثلاثه افكار اللي احنا عملناهم، معناها بالضبط صحيح بالفكره هي بالافكار هذوما، اللي عنده فكره ما خير بالعكس يقدم فيها ويعملها، وان شاء الله بالتوفيق لنا الكل ان شاء الله. ان شاء الله امين يا ربي. حاجه ستيما ديما نقول باش نوريو هيلهم وننساو كي يبدا سكرين طويل، ريت ساعات يعملوا كتيبه مثلا على الحكواتي ولا تو هما باش يوصفوا برشا كلام، فهمت؟ سامحني. كي يفوت الكلام ليكرون ويجي مخبي فما في البروبريتي نتاع سكرين وان هنا نتاع اي سكرين هما السكرين، فما بروبريتي ديفيلون وين هي ترى هاي ديفيلون كما تحطوا ديفيلون بالضبط كما انا ديفيلي ستي ايمان هذه ديفيلون يولي يجيهم هنا احنا تنزيد انا حاجه بالعاني نزيد حاجه لوطه تو تشوفوا يشوفوها بالكدا فاش نزيد هكا حاجه هنا ونزيد حاجه اخرى تحتها باش نكبر في الخدمه ريت ولا عندي هنا نتاع البار دو ديفيلمون هذا يجي زاده في التليفون دونك ما تتفاجعوش كي خدمتكم ما تظهرش ولا تقولوا تقصت لي هاو كان نعملو باك ديفيلو نجيو في التاف في السكرين وان ونعملو ديفيلو. وانا كل ما نفكر حاجه ستي حاجه اخرى ريتو هنا سكرين وان ديما قاعد مكتوب وكي تحبوه ما عادش يظهر، سبحان الله احنا نحبوش يظهر في خدمته هذيك سكرين وان وهنايا اوفر هاكم تشوفوا كيش مكتوبه كيش نحيوها نجيو هنا هذه شو ستاتيو بار نحيها يا ربي مش شو ستاتيو هاي تيتر فيزيبل ونا ستي تسمع فيا انا تو ستي ايمان كان الصوت هاي تو نسمع فيا هالتليفون به اللي قلت لهم عليها باش ينحي الاسم هاو هنا نخدمها في سكرين وان شوفوا هنا عندي سكرين وان فما وهنا اوفر ما فماش منحيه كي نحيت هنا جيت في بارامتر نتاع في البروبريتي نتاع سكرين وجيت لوطا بالكل وعندي اسم سكرين حتى نجم نسميه سكرين تصور انتم نجم نسميه نحط مثلا هنا انا جيم جيم هاكا تتبدل جيم والا نخبيه جمله تيتر فيزيبل نحيه نحيه تيتر فيزيبل يولي ما عادش يجي باهي هذوما حاجات ستي ايمان خاطرهم هكا ساعات تتخيس تحققوهم هكا اكيد اكيد وحاجه اخرى الاولاد كيما قلت لكم اعملوا كيما قلنا لكم الحصه الاولى وقت مع ستي ايمان عملنا بدلنا الاسم نتاع الابليكاسيون انا حسمينها جو باكمان اللي باش يصبها في تليفون وباش تجي اسمها هكا جو باكمان دونك الاسم نجم عجبتني اي بالضبط ستي والايكون اختاروا ايكون باش اللي يصبها يجي في التليفون وتجي ايكون حلوه يعني انا مش خليها باك مان اللي يصب الابليكاسيون تجي تصويره الباك مان هي في الوحده وما وريناهمش كيفاش يسجلوا ساتي ما نعرفش وريوهم
انا نصور وريهم ستي سهير، خاطر نجمو، خاطر احنا لحد الان صحيح هو اخر اجل المسابقه نهار 13 جوان، مش نهار 13 جوان يا ربي، نهار السبت، نهار هذايا السبت نهار السبت قداش يجي في الشهر 20 جوان نص نهار الحقيقه باش ما نكتبوش عليكم ما نعرفوش كيفاش باش تصير، كيفاش نقولوا لا غوميز دي ترافو، معناها كيفاش باش يرجعوا الخدمه نتاعهم، اسكو باش يعملوا لنا هكا حفله وانتم توريو خدمكم بالواحد بالواحد، والا باش يقولوا لكم خدمهم خدمكم ابعثوهم باغ مي، ما عندناش فكره على لي ديتاي الحقيقه، وهذيك علاش احنا قلنا فرصه ما دامها اخر حصه مع بعضنا تو ستي سهير توريكم كيفاش، اذا كان قالوا لكم باش توريو خدمتكم معناها في حضور لجنه التحكيم هاكا، في حضور لجنه التحكيم كيف هكا هاكا توريوها لهم اونلاين، اذا كان قالوا لكم باش تبعثوا خدمكم مثلا بار ميل والا بار ميسنجر، دونك هاي ستي سهير باش توريكم كيفاش تنجموا تخبيوا خدمتكم باش الخدمه هذيك بعديك تنجموا تبعثوها بار ميل كان تحبوا. ستي تفكرت حاجه اخرى، عايشك ميرسي بوكو، تفكرت حاجه هنا في الزون دو تكست لي شكون جربها الابليكاسيون الاولاد؟ امين جربتها؟ شكون اخر جربها؟ محمد خليل ما نعرفش جربوها ولا امين انت اللي جربتها اول ما حليت اللعبه، مش كاتب لك هنا نيونس بور زون دو تكست نيميرو 1 جاتك مكتوبه لداخل ولا بيه؟ اخذروا باش نقولها لكم، نقولوها احنا قبيله تعدينا عليها نزربوا مع ستي وكل نحبوا معناها نكملوا لانتخفاف، فما حاجات ريتو نيونس، نيونس هو شنو يجي مكتوب قبل ما يجي سكور، اي نيونس بالضبط هايك مكتوبه هايك نيونس بور زون دو تكست، يعني اذا انتم ما تفسخوهاش باش تلقاوها مكتوبه، دونك يا اما تفسخوها وتكتبوا حاجه اخرى ولا تخليوها فارغه ولا تحطوا ثاني نقاط من الاول، يحب يقول ستي كل انيسياليزاسيون تاع الزون دو تكست ولا تحط فيها صفر، ولا تحط فيها صفر اكزاكتومون بيسكو هو سكور هكا بطبيعته هو صفر، احسن حاجه هنا للسكور باه وريهم هنا لونغوجيسترومون، فما زوج طرق نتاع انغوجيسترومون باهي باه، الاولى يتسمى بروجي كامل اي اللي يشوفوا اللي باش يهزوا اللي باش يهزوا انغوجيستري لو بروجي اللي باش يهزوا يلزموا يحلوا في ابون فانتر، ما ينجمش يراهب الكل كان ما يحلوا في الابون فانتر على اسمها AIA application upon ventre باهي application upon ventre اندرويد، يعني بكلها ما تتحل كان في الابون فانتر بيدو، دونك نعمل انغوجيستري لو بروجي سو اش عملت اكسبورتي فوالا، خاطر هذيك اللي باش يحلها من بعد باش يصلح يعمل امبورتي، اش معنى امبورتي؟ امبورتي يجيب واكسبورتي يخرجوا يخرجوا لبرا في شيء كيما في شيء تصاور كيما في شيء الغناء، دونك انا كي نعمل اكسبورتي بروجي سيليكسيوني يحكي على البروجي اللي انا توا فيه باش نحط هذيك يعطيني يهبطوا له تخسروا هاك جو باكمان بوان اي ا سامحني ستي سهير اي معناها انت هذه كان تبعثهولي انا نجم نحلو بالاب انفنتر ونبدل فيه بالضبط اكزاكتومون اكزاكتومون ها تو نعملوها العمليه هترا نجربوا انا تو عامله مي بروجي وباش نحل البروجي هذاك بعثتولي مثلا ستي ايمان باش نشوفوا به والا نكمل فيه والا فكره وانا نكملها وانا باش نبعثوا للجوري وهما باش يحلوا يشوفوه هكا ولا دونك نجي بروجي وش نعمل المره دي اكسبورتي ولا امبورتي امبورتي فوالا امبورتي دو مون اورديناتور مثلا كيما قالت لنا ستي تو نجم انا يبعث لي امي والا انا نبعث لستي ايمان ولا ستي ايمان تبعث لي دونك هنا شوازير ان فيشي هو هبطو دونك حاطو في تيلي شارجمون هاوكا جو باكمان بوان اي ا حلو حط اوفرير نقولو اوكي قال لي راهو اكزيست ديجا هاكا ولا دونك شنو نجي نعمل له باش نعطيكم طريقين نجي ندخل هو وين ما في تيلي شارجمون في تيلي شارجمون هذا الاي ام تاع نجي نقول له غونومي خاطر ما يحبش نفس الاسم راه ما يقبلش حاجتين نفس الاسم غونومي مثلا جو باكمان مثلا ايمي هاكا ولا حاجه اخرى ونجي هنا هذه خدمه مثلا نساتي انا باش تبعثها لي امبورتي لو بروجي شوازير ونجي لتيليشارجمون ونجيبو
فان هو عطته لي بالايميل. دونك هنا فوالا ونعمل اوفغيغ ونحط اوكي. دونك هنا اش باش يصير؟ باش يقعد شويه وقت اللي يجيب فيها كل بروجي هذاك ويحل لي لو بروجي جديد. وهكاك انا نجم نشوف الكود ونشوف الديزاين. هاكا شفتوا جي جو باكمان ايمي اللي توا احنا عملناه ونحلو. نحلو باش نلقاه كله كيما احنا كيما انا بعثته ولا كيما ستي بعثته لي. وندخل البلوكس نزيد فيه، انا عندي فكره اخرى نزيد فيه حاجات ونبعث لها وهكاك. بهذه الطريقه الاولى اذا قالوا لكم ابعثوا هكا ابعثوا لو بروجي راكم تعرفوا تعملوها، تعملوا اكسبورتي لو بروجي وتبعثوه باغ ايميل كيما تبعثوا ان فيشي. توا اذا قالوا لكم ابعثوا لنا ابيكا يعني باش ينستاليو على التليفونات وشوفوا ديريكتومون الريزولتا، ما همش باش يشوفوا لا ديزاين لا البلوك، باش نوليو نعملوا لاولاد نمشيو الكونستور وي كيما عملنا قبيله. اما في عوض نقول كيو ار كود بور فيشي ابيكا باش نحط انريجستري APK sur mon ordinateur. ونهبط هكا APK. توا APK هذا يتبعث ويتصب في التليفون. ما عادش تجبد بالوحدة خاطر باش يعطيني النتيجة. دونك هنا يقعد شوية وقت ويهبط كيما هبط هذه الآية. هذوما زوز طرق أو كحنا وريناهم لكم أونكا وهما قالوا اللي يلزمكم تبعثوا الخدمه. اما اذا ما قالوناش نبعثوا الخدمه باش تعرضوها كهاو نهار التقييم، هاو كنعرضوها كهاو نهار التقييم. هاكم تشوفوا فيها جو باك مان ايمان ابيكا. انا هذه تو شوف باش نعملها ستي باش نوريهم بركه طريقه انا ساعتها ك اي. دونك هذه جو باك مان ابيكا شان بوتون دووا اونفويي فيغ اونفويي فيغ تليفوني. هاو تليفوني الو باش نبعثها. هاو كبعثها لي شوفوا معايا هنا وين باش نمشي نلقاه. سوبوزون لي انا باش نشوف خدمه نتاع نجربها. دونك باش نمشي هنا الفيشي وين هي في تيلي شارجمون. اي فوالا في فيشي ولا في تيلي شارجمون كل تليفون كيفاش يحطها ساتي. اي ونمشي ويظهر لي ابليكاسيون. هاي ابليكاسيون هنا هي الثانيه. هاي كجو باك مان ايمي. دونك نحلها ونستاليها ونجربها. ها نحط سويفون انستالي انستالي وينستالي هكا جو هذيك. هكا كنجرب مثلا قداش من تلميذ بعث باغ اكزومبل لجنه التحكيم بعث لهم لابيكا. دونك هاكم ريتوها نعمل كونستخوير انستالي كمان نعمل كونستخوير ونحط انريجستري هكا لابيكا سور مون اورديناتور ونبعثها باغ ايميل ولا الطريقه ولا الايميل اللي يعطيهولنا هما. لهنا سامحني ستي سهير معناها ما نجمش ندخل على الكود ونبدل فيه كما الطريقه الاولى. بالضبط ستي ما نجمش نشوف الكود بالكل نشوف كان النتيجه. واضح. يعني حتى ما نجمش يشوف البلوكس نتاعو يشوف الريزولتا كيفاش صار. عباره لعبه هبطناها من الانترنت على التليفون. عباره هبطها من البلاي ستور. دونك هذه لعبتنا اللي عملناها تو مع بعضنا. كتيب شوف الوقت وانا ما ربحتش. هيا شوف تلعب من هنا خير عسيل وزيد كتيب. اي ناش نلعب عايزة 20 على اللقطة اي 20 شايفين صحيح شايفين اذا ما حطوش يجري معايا يلبس. لو ليه تحبكم تكملوا ألعابكم. فكرت عطينا برشا وقت قبيلة عطينا دقيقة كاملة. دقيقة اي دقيقة عطينا دقيقة كاملة احنا ما دونك هايكا حيتو كيما توا قلت لكم ستي نخليها كيكا. شوفوا كيفاش انه كيف يوصل الحرف ما يقعدش واحد هكا الروبوندير هذيك. ارجع هاي هيا تنجيبوه يمشي منا. فوالا قال اوكي سكتت الغنايه وقالنا جيم اوفر. نجمو نزيدو ان ما نجموش نرجعو بالتوالي والا حتى كي رجعنا بالتوالي لازمنا نرجعو سكور صفر. يعني فما برشا تحسينات نجمو نزيدوها. باهي الاولاد احنا ما عملناش فيرمي ليكرون في جيم اوفر. دونك فوالا ستي اعطيناكم افكار. انا بالعمل هبطت تصاور قبيله ستي
عجبني حكواتي وكل كتاب ويبدا يشد في الكتاب ويحسب قداش من كتاب قراه هاي افكار هاي افكار برشا افكار ما احلاهم وهو ما تبارك الله انا متاكده شي فوتونا اكيد اكيد يعملوا يفوتونا ونتصور نهار نسقوا معاهم يعملوا لناش فورماسيون اي بالالعاب الجديده اي او فوالا هكا ولا ستينا كقلت لهم باه ماذا نختموا سهيرة؟ أيه. أنا ساعة قبل كل شيء نحب نشكر الحضور الكريم هذايا اللي صبر معانا ثلاثة أيام وأوقات مختلفة وأيام مختلفة ما سمحونا بتاتر خطر سي سلونو ديسبونيبيليتي قاعدين نحاولوا ننسقوا أنا ومدام سهير ثاني حاجة يعطيكم الصحة دونك على الحضور ثاني حاجة حبيت نشكر بارشا سهير علاش خطر أنا راني نقري في ليسي عمري جوني جامي براتيكي أب إنفنتر دونك هذه كانت لي فرصه باش نتعلم الاب انفنتور والحقيقه سهير عاونتني برشا 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 وتعبتها برشا 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 ليه ما تقولش هكا يعطيها الصحه معناها لهنا صدقوني الفورماسيون معناها معناها اللي قاعد تورى فيه اللي قاعده تورى فيه سهير انا قاعده نتعلم فيه معاكم معناها قبيديك كي نسال فيها نسال فيها بالحق مش سيناريو محضرينه مع بعضنا معناها ولكن نقولها واضح معناها بالحق راني حاجه ما كنتش نعرفها وراني تعلمتها والا حاجه نعرفها ونحب نزيد نتاكد منها دونك يعطيك الصحه يا سهير وبارك الله فيك خاطر انا بدي استفدت برشا وديما نقول لك سي تان بليزير اللي انا نعمل معاك فورماسيون سورتو المره هذه كانت مع الصغيرات دونك فورماسيون ماهيش كيما لي زوتر ونقول لك بارك الله فيك مره اخرى وان شاء الله نتلاقاو في دي فورماسيون اخرين ونخلي لك كلمه الختام يعطيك الصحة ستي إيمان بارك الله فيك على الكلمات الجميلة الكل وبالعكس أنا فرحانة اللي نخدم معاك ديما عنده متعة أخرى وعنده نكهة أخرى وما نعرفش أنا هكا نشيخ عليها الخدمة مع ستي إيمان إن شاء الله ديما تواصل الخدمة مع بعضنا وفي دي فورماسيون أخرين وانتم الأولاد بارك الله عليكم حسب مرينا خدمتكم المرات الأخرين وحضوركم ما شاء الله عليكم كما قلت لكم ستي إيمان إن شاء الله انتم تفاجئونا بدي الابليكاسيون تحطوهم وتبعثونا الابليكام نتاعهم قولوا هاي ابليكاسيون جربوا جربوا انستاليوها ما تندموش ايوا انا على الجروب نتاع من داري نشارك افكاري باسم ايمان السيسي وسهير الضاوي باش يعرفوكم اللي انتم متابعينا احنا وان شاء الله يفوزوا في المسابقه بقدره ربي اكيد عندنا فائز ولا فائزين ولا المهم هما يخدموا خدماتهم ويكونوا ان شاء الله استفادوا من الفورماسيون اللي احنا عملناها توا مع بعضنا ويعطيهم الصحة ويعطيك صحة برشا ستي إيمان زد على صبرك معايا خاطر أنا عندي شوية هكا مش مستنسة نخدم ديما أون إيكيب هكا كلي ديما مستنسة نشدها تك 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 تعلمت برشا حاجات مع ستي إيمان العمل التشاركي النظام كل والله يعطيك صحة بارك الله فيكم الكل كل كل ميرسي بوكو جوست حبيت نقول سهير سامحني في اللخبة قرأتكم أنتم الكلكم فايزين بالضبط الحال هذا احنا حاجه ما نشكوش فيها مي الله غير ما تتغشوش قوانين المسابقه تخلي في الاخر الكل اللي ثم واحد فيكم ولا واحده فيكم باش تكون عندها هكا حاجه نقولوا خلينا نقولوا عملت مجهود اكثر وهي باش 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 يكرموها على كل مجهود الطريفون هذيك الصغيرون اللي هي عملته هكا هاو يعطيكم الصحه الناس الكل وصباح الخير يعطيكم الصحه انتم زاده اللي صبرتوا مع الصغيرات و طولت بالي بالحق بارك الله فيكم والله معناها بالحق انا ريت ولدي كيفاش تغرم معاكم وحده ويحب يعرف ويحب يلوج كلمه يعطيكم الصحه شويه عليكم عايش بارك الله فيك عايش يعطيك صحه مدى يعني وبارك الله عليه راهو محمد بارك الله عليه قول له معاك ما تتغشش ان شاء الله يبدا يخدم بروجي ما يتغشش وحده يلم التصاور شوي بالفوتوشوب زاد ينسق عليه ويحط اذا كان حد يحب ياخذ الكلمه يتفضل اما كانش نقول لكم صباح الخير بربي حاجه برك دج مش تنصحوهم بدي سيت هكا يزيدوا يكملوا يواصلوا يزيدوا خير ما اللي يقعدوا وحدهم يلوجوا منين جاي هكا ولا ما عرفش كان فما حاجه ديكور هكا يكملوا يزيدوا يتعلموا بيهم انا باش نحكي كمبتدئه نشوف اليوتيوب ينجم يعاون برشا
نعرف سويل إذا كانت نجم. أي فما حاجة أخرى ستي إيمان هاو جو في بارتاجي فيسا فيسا نقول لهم إنه لو سيت بيدو كي يدخلوا هنا شوفوا الأولاد كي تدخلوا هنا على أب إنفنتر كيما عملنا لكم الحصة الأولى وقتها وقت اللي نوريه وكل أب إنفنتر بيدو السيت بيدو فيه برشا توتوريال أهاو هنا كي تدخلوا باش تلقاو برشا بروجيت تبعوهم بالمرحلة بالمرحلة برشا راهم مش شوية وتاخذوا منها اي ها مثلا لينك تو توتوريال يحل لك التوتوريال ويوريك بالفيديو شنو يحب يعمل صح هنا كيف كيف هنا كيف كيف بخلاف التوتوريال فما هذا الاساتذه تصور انت تيتش يعطيك دي ريسورس فور تيتشرز ويعطيك هنا جيت ستارتد حاجات سامبل بور بيجينر توتوريال باكيج اند شيرينج ابليكيشن يعني هنا حاجات يعني السيت نتاعو بيدو راهو ما شاء الله عليه ثري برشا هنا كولابوريت كونتريبيوت اذا تحب تساهم وفما هكا فما زاد هاكاتون تاع 2020 هذايا يشاركوا فيه الصغار راهو يشاركوا فيه الكبار اي ومازال ما فيه شوفوا الاولاد من مازال يقبلوا يعني لي بروبوزيسيون نحلو هنا مور كان تحبوا نشوفوها مع بعضنا نعملو تخدوير كان حاب يعملنا تخدوير فوالا الى كو الى تخدوير دونك من 12 حتى مي لانسكريبسيون اي ريكيز افون لو 19 مازال عندكم وقت دونك هنا فيي كونسولتي نوتر سيت ويب دو هاكاتون تدخلوا هنا وتلقاو معلومات بوغ لا بوغ سانسكريغ كليك هير يقول لك شنو مطلوب منك بالضبط اعملوا لها تخدوير وشوفوها فهمتوا الاولاد وفما عرفت لو قد ما نقولوا لكم وتلقوا وشويه هنا فوق بالكل فما غسوخ شوفوا في غسوخ فما حتى كتب فما يعملك اور اوف كود على الاب انفنتر فما دوكيومونتاسيون فما يحطوا لي ربحوا زاده راهو ساتي ويعطيوك لي بروجي نتاعهم محليهم كي تشوفهم معناها خدمتهم هما الصغيرات ما نفكرش المرة الأخرى وين ريت وفما هذي البلوغ متاع الأب انفنتر يسألوا فيه اللي يوحل ساعات في حاجة ويسأل يلقى فيها معناها أسأل يوريك البروجي اللي يربح يوريك اللي ربحه على خطر كبار كلا راهو على العالم الكل تشوفهم ملايين لي زابليكاسيون مش معناها آلاف ملايين وهي قداش اسمها روشيرش ضبط يعني كيما قالت ستي إيمان يوتيوب تلقاو فيه بالكدي 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 والسيت بيدو نتاع الاب انفنتر ثري برشا فوالا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم يعطيكم الصحة عايشة هاو ملا ستي مشيو يعطيكم الصحة بارك الله فيكم يعيشكم مدام سهيل مدام إيمان عايشكم يعطيكم الصحة عايشك عايشك هايفا ميرسي بوكو وان شاء الله امين يفاجئنا بدي زابليكاسيون هكا كيما نعرفوه تبارك الله عليه هو ان شاء الله عايشك عايشك بارك الله فيكم الناس الكل الى اللقاء سهير صباح الخير الى اللقاء صباح الخير سلامه على خير باي 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 الاولاد